يا صباح الخيرات على كل حضراتكم مشاهدينا في كل مكان في العالم. يوم جديد وان شاء الله يكون يوم سعيد علينا كلنا باذن الله، وبدايه حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي كالعاده. احنا جايين لحضراتكم ومحملين ان شاء الله من خلالها بكتير جدا من الموضوعات والاخبار اللي تهمكم كلكم، الى جانب طبعا الفقرات الحواريه. كده تسيبيني لوحدي امبارح صباح الفل ينفع كده؟ لا ما ينفعش. قعدت اور اول ساعه الاخبار ورا بعض لغايه في الاخر، حتى في اخر خبر النفس بقول. النفس والله قلت لهم انا فرهدت من كتر ما بتبقى الحلقه، والله بتبقى دمها تقيل فعلا لما حد فينا بيكون غايب. صباح الفل يا كريم. صباح الفل والخير على حضراتكم جميعا. ونقول بقى مش بدايه الاسبوع، يعني يعتبر من بدايات الاسبوع، واكيد زي ما كريم كان بيقول معانا اخبار كتيره جدا، وممكن يكون كواليس كمان زي ما انا بحب دايما ان احنا نطلع حضراتكم عن الاخبار والكواليس اللي بتكون معانا الخاصه اكيد بالنادي الاهلي. خلينا نبدا بفقراتنا النهارده. عندنا كالعاده فقرتين حواريتين، الفقره الاولى هينورنا من خلالها كابتن سامح الشاذلي وهو رئيس الاتحاد المصري للغوص والانقاذ، والفقره الثانيه هينورنا فيها الاستاذ شادي محمد الناقد الرياضي، ودي الفقره اللي اكيد بطبيعه الحال هنتكلم فيها بقى في كل تفاصيل ما هو متبقي للنادي الاهلي اللي هو بين قوسين نقطتين فقط لا غير عشان الموضوع يتحسم رسمي. تعالوا نبتدي بالمناسبه كلامنا في حلقتنا النهارده بكام نقطه مهمه كده، لان في شويه مستجدات ان شاء الله هتطرأ على الموسم الكروي الجديد، وده اللي اعلنت عنه رابطه الانديه. الحقيقه مستجدات اعتقد في ناس كتير ممكن تشوف ان هي هيبقى لها ان شاء الله انعكاسات طيبه وايجابيه على فكره تطوير منظومه كره القدم المصريه بشكل عام، ودي مجرد البدايه ليس الا. الرابطه اعلنت خلال المؤتمر الصحفي امبارح، كان في مؤتمر للاعلان عن راعي الدوري المصري الموسم المقبل ان شاء الله، واعلنوا كمان من خلاله عن شكل درع الدوري في الموسم المقبل. بالمناسبه الدرع ده بيتم حاليا تصنيعه في انجلترا في اكبر المصانع هناك، وهيتم تسليمه لبطل الدوري في الموسم الجديد ومش الموسم الحالي. كمان تم الإعلان عن تغيير مسمى مسابقة الدوري المصري الممتاز ابتداء من الموسم المقبل ليصبح اسمه دوري النيل، والكلام ده حتى 3 مواسم. بالنسبة بقى لتفاصيل الموسم الكروي الجديد اللي تم الإعلان عنها امبارح، برضو من ضمن تفاصيلها هتكون الرابطة هي المسؤولة عن مسابقة الدوري وأيضا تسويق البطولة المحلية، وما فيش شك أن الرابطة بتسعى بكل جهدها لتطوير كرة القدم المصرية في الفترة اللي جاية إن شاء الله بخطوات عديدة. بص، ايفنت كان كبير جدا، حدث كروي مهم طبعا، ناس كتيره جدا كانت بتتابعه، اختيار كمان اللوكيشن او المكان كان اختيار موفق، وفي كلام لسه مهم كتير عايزين كمان نتكلم عنه، وتم بالفعل الاعلان عنه بالامس. وهو فكره هنا ان الرابطه كمان بتسعى يا كريم لعوده حضور الجماهير بشكل كامل بقى وكامله العدد، ده هيكون مشروع بيتم العمل عليه دلوقتي او حاليا. وخلينا برضو ما ننساش ان الفتره اللي فاتت لو بصينا كده هنلاقي ان كانت احد الانجازات او احد اكبر الانجازات كمان للرابطه هي عوده الجماهير للمدرجات تدريجيا او بشكل تدريجي، كان امر اعتقد مهم جدا ومطلب كان الناس كتير قوي بتطالب بيه وبتقول لك طب هو احنا يعني امتى بقى هنرجع؟ كان دايما التساؤل ده عندنا، هو امتى يا جماعه الجماهير هترجع؟ فاحنا دلوقتي بنتكلم بشكل ان شاء الله كامل او كامل العدد هيعود او هتعود الجماهير مره ثانيه، وبنتكلم كمان عن عوده مش بس عدد كبير من الجماهير، الروح، روح المباريات في الحضور الجماهيري بتبقى مختلفه طبعا بشكل كبير جدا. كلنا مرينا وشفنا الملاعب المختلفه كمان من غير جماهير، مش بس كره القدم بتبقى ازاي ملهاش طعم حقيقي. صحيح. فكرة كمان على الصعيد تاني عشان الواحد يبقى فار، الالتزام اللي كان موجود من قبل الجماهير كان بيأكد ان فكرة نجاح عودة الجماهير مرة تانية، ما هو انا لازم برضو يبقى في مقياس بعود عليه مرة اخرى، وده اللي حصل فعلا من الجماهير، الالتزام اللي ربما، وخليني برضو اتكلم بمنطقية وشفافية شوية، ربما احنا كنا بنمثل مشهد مش موجود عند دول اخرى، ومش هتكلم بس عن دول عربية أخرى، لا أنا هتكلم عن دول أوروبية، يعني كنا بنتابع مباريات متعددة وكثيرة جدا، والأندية لها اسمها يا كريم، وكنا بنشوف أحداث شغب وأحداث صحيح. عنصرية ومشاهد سيئة جدا كانت بتحصل في المدرجات في أندية أوروبية كمان مش بس في العالم العربي، لكن إحنا ما كناش بنشوف ده مؤخرا عندنا، فده يدل على نجاح فعلا جماهيري كبير جدا وثقافة كبيرة جدا. فأنا أعتقد إن شاء الله ده هيكون خطوات أو دي هتكون خطوات جيدة لعودة مرة تانية وتطوير مرة تانية الكرة المصرية، نتمنى طبعا ذلك. على كل حال في كان طبعا امبارح لقاءات كتيرة جدا، خلينا نروح نتابع هذه اللقاءات اللي كانت على هامش طبعا الحدث ونرجع نكمل. الحمد لله طبعا ان احنا اللي قلناه يوم القرعة وحضرتك فاكر الكلام دوت، وقلنا كل الارتباطات، انما زاد عليه ارتباطات اخرى كاس العالم الانديه اللي هو شارك فيه النادي الاهلي،
طبعا دي حاجه كويسه لمصر طبعا، ان النادي المصري والنادي الاهلي يروح يشارك في كاس العالم الانديه. ما نقدرش نقول لا او ما نقدرش نتناقش فيه، انما كان قرار مفاجئ من الاتحاد الدولي، وتوقيت البطوله كان برضو مفاجئ، ما كانش موجود وجود على الخريطه اصلا في الاجنده واحنا بنتكلم في بدايه الموسم. عندنا كان مؤتمر المناخ، مؤتمر كبير جدا، وكنا لازم ان احنا ناخد تاجيل فيه اسبوع. عندنا اثنين سوبر اتلعبوا، عندنا كاس مصر كان فيه ثلاثة ادوار من الموسم اللي فات، وكان فيه نهائي كاس مصر، وكان وقت كاس العالم الانديه لما تقرر، فبالتالي تم تاجيل نهائي كاس مصر وبعد كده لعبناه. كل ده اخذ ده من التوقيتات، ورغم كل ده انا الحمد لله احنا 30/8 كنا خلصنا الموسم اللي فات. الموسم ده هو 30/7 بالاخر مباراه بتاعت الاهلي بتاعت الكاس، فبالتالي كل الامور ديت عشان نبدا الموسم ينتهي 30/12 من كام موسم في شهر 12، ونبدا في شهر 10 بعدين نخلص في شهر 7. طبعا ده اكيد انجاز كبير، وان شاء الله اللي جاي يبقى اسهل ان شاء الله. حاج عامر، قبل ما اتكلم على تفاصيل خاصه بالموسم الجديد او الموسم القديم، وجود رابطة الأندية وإن أنا أعمل مؤتمر للموسم الجديد في أحد أهم المشاريع الاستراتيجية للدولة المصرية وهي العاصمة الإدارية، ودور الرياضة ودورك كواحد من الرياضيين والدور الوطني اللي هو جزء لا يتجزأ من هذا الوطن، أعتقد رسالة مضمونها الدولة المصرية وقوتها وزي ما نقول الجمهورية الجديدة، والنهاردة إن أنتم تكونوا موجودين هنا في العاصمة الإدارية أعتقد رسالة مهمة جدا. أكيد طبعا اختيار موفق جدا، لأن طبعا إحنا من غير الدولة الرياضة مش هيبقى في رياضة أصلا. وحضرتك عارف ان الدوله ورئيس السيسي اهتمام كبير، راجل هو راجل رياضي ورياضه كل يوم بيلعب على الرياضه وبيشجع الناس على الرياضه وركوب العجل، يعني راجل رياضي، فطبعا بيساعد كل المنظومه الرياضيه، فلازم المنظومه الرياضيه كلها تجاري السياسه ديت. فعشان نيجي المكان ده طبعا مكان موفق جدا واختيار موفق جدا، لازم نساعد طبعا المنظومه كلها السياسيه والاجتماعيه. ودايما اتحادات، حتى الاتحاد الدولي بيقول لك ان الاتحاد الدولي لكره القدم بيقول لك اللعيبه والمسؤولين لهم شق اجتماعي بجانب الشق الرياضي ومسؤوليه اجتماعيه قبل كمان المسؤوليه الرياضيه، لان الاثنين بيخدموا على بعض. وده الدور اللي لازم طبعا بتحاول الرابطه الحقيقه اللي عامله مجهود كبير خلال سنتين، واحنا اخذنا امور متقدمه كتير، وان شاء الله هيبقى اللي جاي افضل بكتير، لان احنا دايما بنجري يعني تلاقي كل الدول بتخطط وفي هدوء وبتاع، انما احنا جينا من فترات 2011 ومشاكل وتوقف كوره، وبعد كده احداث بعض المباريات اللي مش عايزين نفتكرها، فبالتالي انت بتقعد تجري عشان تلحق الامور الثانيه. يمكن احنا دايما بنظلم نفسنا شويه، واخرهم زي نلعب كوره لغايه دلوقتي، والمغرب عملت، والمغرب مثلا هتبص جنبك كده ناحيه اليمين المغرب هتلاقي النهارده في مباراه الرجاء والوداد المغربي بيلعبوا النهارده، الدوري الجزائري لسه خالص من 4 5 ايام، والكوره دول اقل مننا عدد في الانديه، ما مروش بالمراحل بتاعتنا، ما نهوش دوري مره بشهر 12، فبالتالي كل الامور ديت لازم الناس يعني تصبر علينا شويه، وما ينفعش نقول شوفوا شوفوا شوفوا، لا احنا الحمد لله احنا منتخب اليوم من امبارح، كل اللعيبه اللي موجودين في الدوري المحلي وطالعين من الدوري المحلي، الفريق المغربي كله بيلعب في الخارج، ما بيجوش المغرب خالص، ويمكن المذيع المغربي امبارح يعني شوف احنا بعكس ان احنا بنقول ان ده عيب عندنا سلبيه، هو بيقول عن سلبيه ان الدوري المغربي ما طلعش اي حد في المنتخب الاولمبي ولا في المنتخب الاول. فنتمنى ان شاء الله بس نصبر على بعض شويه كده والامور تبقى كويسه. اولا انا برحب بيك وبرحب بكره النادي الاهلي. حابب ان انا الاول ان انا اشكر يعني النائب احمد دياب على دعوته الكريمه ان احنا نحضر احتفال ومؤتمر زي ده. انا شايف ان النائب احمد دياب او رابطه الانديه المحترفين عاملين شغل اكثر من رائع خلال المرحله اللي فاتت، وشايفين في تغيير احنا في الدوري المصري نفسه، فانا بتمنى له ان شاء الله كل توفيق. انا بقول ان التنظيم رائع جدا جدا، المكان زي ما حضرتك قلت في ذكاء ان هم يختاروا هذا المكان. انا بصراحه كنت اول مره اجي النهارده العاصمه الاداريه، انبهرت باللي موجود انبهار غير عادي، وشايف شكل بصراحه اللي انا بسال نفسي فيه هو ده اتعمل امتى؟ اللي انا موجود فيه ده اتعمل امتى؟ ولكن انا لا، حاجه محترمه جدا جدا، وانا شايف ان هما يعني لما يتقال على فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي عمل عاصمه اداريه جديده،
انا بقول له بصراحه بحييه يعني على عمل حاجه اكثر من رائعه، شكله محترم جدا جدا. اتمنى ان شاء الله زي ما حضرتك بتقول ان احنا نشوف حاجه كويسه المرحله الجايه. لا انا شايف بدايه ان شاء الله النهارده بهذا الاعلان اللي موجود، وان ما فيش دوري في العالم بدون مسمى. النهارده لما يكون في دوري بمسمى جديد في الموسم القادم ان شاء الله دي بدايه نجاح وبدايه البدايات ان شاء الله في المرحله الجايه. الحقيقه لسه الاشادات بتتواصل حتى هذه اللحظه بيد المنتخب الاولمبي مستمره حتى هذه اللحظه، وعايزين نقول لكم ان الاتحاد الافريقي لكره القدم اعلن عن التشكيل المثالي لبطوله كاس الامم الافريقيه تحت سن 23 سنه اللي اقيمت في المغرب، وشاهد يعني التشكيل المثالي يعني مش هنقول سيطره كامله بس فيها كتير من يعني من خصائص السيطره. في اربع لاعبين مصريين موجودين ضمن هذا التشكيل الحقيقه، طبعا برغم الخساره اللي تعرض لها المنتخب في اللقاء النهائي امام المغرب بنتيجه 2-1، ضم التشكيل المثالي للبطوله الرباعي المصري حمزه علاء في حراسه المرمى، حسام عبد المجيد، اسامه فيصل، وابراهيم عادل. طبعا لازم نجدد التهاني مرة تانية حتى لنفسنا قبل ما نكون بنتوجه بيها للمنتخب والقائمين عليه واللاعبين اللي فيه. المنتخب كان تأهل بالفعل لأولمبياد باريس 2024. عايزين نروح برضو الكلام مهم جدا يا كريم استكمالا لكلامك، وبقاله كام يوم يعني خلينا نقول بيتم تسريبه كده، لكن امبارح تحديدا أعلن باتسو ماتسابي رئيس الاتحاد الافريقي طبعا لكره القدم في تصريحات كانت واضحه جدا بقى، قال لك او اتكلم عن تغيير اسم بطوله دوري السوبر الافريقي، وان البطوله هتنطلق في اكتوبر، وقال كمان انه تقرر رسميا تغيير مسمى البطوله من السوبر ليج في الدوري الافريقي لكره القدم، انه هيكون الدوري الافضل يعني بفضل وجود المزيد من الاموال والجوائز والمكافئات. استقر كمان الاتحاد الافريقي على مشاركه الانديه التاليه: اولا عندك الاهلي، الترجي التونسي، الوداد البيضاوي المغربي، وسان داونز الجنوب افريقي، سيمبا التنزاني، بيترو اتلتيكو الانجولي، ومازيمبي الكونغولي، وانيمبا النيجيري. فبالتوفيق ان شاء الله، برضو بدايه اعتقد مش وحشه جدا. كمان المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي لكره القدم وافق على اجراء بعض التعديلات على مسابقتي دوري ابطال افريقيا وكمان كاس الكونفدراليه في الموسم الجديد اللي هو 2023 2024. تم الاستقرار على الغاء الدور التمهيدي الاضافي الثاني من كاس الكونفدراليه الافريقيه، وهو الدور اللي كان بيطلق عليه او كان بيسمى بملحق دور ال 32. ده معناه ايه بقى يا حضرات؟ معناه ان الانديه ال 16 الفائزه بالدور التمهيدي الثاني من كاس الكونفدراليه ستتاهل مباشره الى مرحله المجموعات دون الحاجه لمواجهه الفرق التي ودعت دوري ابطال افريقيا من الادوار التمهيديه. بكده بيكون الكاف عمل تعديل نقدر نسميه جذري على نظام بطولتي الدوري او بطولتي الانديه عفوا. طبعا بكده بيتاهل الاهلي وبيراميدز لمنافسات دوري ابطال افريقيا الموسم القادم، فيما سيتاهل فيوتشر والزمالك لمنافسات كاس الكونفدراليه. سريعا من الاخبار يعني اللي اكيد بنطلع حضراتكم عليها وبتبقى مهمه عشان حضراتكم برضو تعرفوا المنتخبات بتاعتنا المختلفه بتعمل ايه وبتقدم ايه. المنتخب المصري لشباب الكره الطايره بنتكلم تحت 21 سنه حقق بالامس فوزه يعتبر الاول في بطوله العالم المقامه في البحرين، هي من يوم 7 هتكون ليوم 16، ده بعد ما انتصر على المكسيكي او المنتخب المكسيكي، كانت النتيجه 3-1، ويعني الشوط او الجيم استمر تقريبا ساعة ونص، وكان لعب قوي جدا، كان لعب فيه تنافسية شديدة. فبالتوفيق، دي طبعا يعني احنا لسه في البداية، فطبعا هنطلع حضراتكم على التفاصيل أكتر خلال الأيام اللي جاية للبطولة وأداء طبعا المنتخب بتاعنا. تعالوا بقى نروح للمنتخب الوطني للريشة الطايرة، الحقيقة برضو احنا كل يوم والتالي بنقول لحضراتكم انجازات الحقيقة تستحق التوقف امامها وفعلا على مستوى كل الرياضات، يعني مش في حاجة بعينها. عايزين نتكلم معاكم دلوقتي عن لعيبة المنتخب الوطني للريشة الطايرة لذوي القدرات الخاصة بارا بادمنتون اللي فازوا بثلاث ميداليات في بطولة أوغندا الدولية. البطولة دي كانت أقيمت في أوغندا في الفترة من 4 حتى 9 يوليو، ودي من البطولات المدرجة ضمن أجندة الاتحاد الدولي اللي بتمنح الفائز فيها نقاط في سباق التأهل لبارالمبياد باريس 2024. عايزين نبارك لشيماء سامي الميدالية الفضية وعاطف عبد الكريم الميدالية البرونزية في منافسات الفردي، كمان الزوجي وليد عبد الغني العسوي ومحمد شعبان حصل على برونزية زوجي الرجال. بالمناسبة البطولة دي من ضمن استعدادات منتخب مصر للمشاركة في بطولة إفريقيا لذوي القدرات الخاصة اللي إن شاء الله هتقام في أوغندا في الفترة من 11 وحتى يوم 16 يوليو.
كلام محترم جدا. وابطالنا يعني البارالمبيين كل فتره يا كريم بيزدادوا عددا طبعا. وبيزدادوا تالقا وبنزداد احنا ميداليات فخرا بيهم فخرا حي بالتوفيق ليهم ان شاء الله. وبتمنى فعلا زي ما كل رئيس اتحاد بيجي سواء على مستوى الاولمبي او البارالمبي لما بنستضيفهم يقعدوا بيتكلموا معانا عن باريس 2024 باذن الله. خلاص يعني فكرة مش هتفصلنا عنها شهور كمان اقل من سنه يعني. دايما بيطمنونا بيقولوا لنا لا توقعوا خير استبشروا خير عن طوكيو اللي فاتت. فدي بناخدها احنا كوعود يعني ووعود ربما برضو كدورنا كاعلاميين ان احنا هنحاسب عليها الكلمه اللي طلعت دي او الكلام اللي تم اصداره من قبل المسؤولين في الاتحادات المختلفه بعد ان شاء الله باريس لو كان فعلا الكلام ده صادق او تم تحقيقه ولا لا. لان مهم جدا ان احنا يعني ندي امل لكن كمان نبقى قد اللي احنا بنقوله. مهم جدا ما حد يقول حاجه يبقى دارس الكلام يبقى عارف بيقول كويس قوي لانه هيحاسب. كل واحد بيحاسب مفروض على ما ينطق يعني. فنتمنى خير بس برضو يعني بس برضو انا متفائله جدا عن الفتره اللي فاتت. الاستعدادات بتاعتنا بدات يمكن منذ انتهاء طوكيو. مش هقول السبونسرز بس هقول الاهتمام او الجانب المادي والجانب المعنوي والثقافه العامه كل ده افضل بكتير من الاولمبياد اللي فاتت. فانا مستبشره خير باذن الله اللي جاي ونتمنى نكون بنغطيها هناك كمان يعني. يا سلام احلى واحلى حاجه يعني أحلى نتمنى وأحلى. اكيد. طيب الطقس ودرجات الحراره كالعاده بنحب نطمن حضراتكم عليها. خلينا نتابع ونرجع نكمل. طيب بعد طبعا استعراض الطقس ودرجات الحراره لحضراتكم هنروح فاصل سريع ونرجع عشان لسه اخبارنا ما خلصتش. خليكم معانا. عوده العصر الصبح في الاهلي. اهلا بكل حضراتكم مره ثانيه. خلونا بقى نعرف اخر اخبار ومستجدات النادي الاهلي من داخل النادي الاهلي تحديدا فرع الجزيره حيث تتواجد زميلتنا العزيزه نورهان طمان. نورهان صباح الفل عليك اتفضلي. يا صباح الفل يا كريم. صباح الخير يا نهوان وصباح الخير على كل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. احنا هنا زي ما قلت يا كريم من مقر النادي الرئيسي بالجزيره نطلعكم على ابرز اخبار النادي زي ما عودناكم. ويمكن طبعا احنا بنحب طول الوقت نبدا بالاجواء في النادي هنا وفي طبعا مع الاعضاء في الساعات الاولى من صباح اليوم. طبعا زي ما عودناكم الابواب بتفتح للاعضاء اللي بيحبوا يجوا النادي الصبح كعادتهم في الساعات الاولى من صباح اليوم. الجو لحد كبير طبعا يعني درجة الحرارة معتدلة وفي الأجواء والعاملين هنا بيستعدوا على قدم وساق لطبعا استقبال بقية الأعضاء على مدار اليوم. نروح بقى لاخبار الفريق الاول اللي طبعا زي ما احنا عارفين كان في راحه 48 ساعه من التدريبات بعد الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد في المباراه الماضيه في بطوله الدوري. وقربنا الحمد لله من حسم اللقب ويتبقى طبعا الوصول للنقطه 77 لحسم اللقب. كمان خلينا اقول لكم انه طبعا التدريبات هتستأنف غدا في السادسه مساء على ملعب مختار التتش طبعا مستر كولر بعد ما اعطى الراحه للاعبين. هيكون في قاعده مع الجهاز الفني واجتماع حول مباراه القمه طبعا المرتقبه يوم الخميس المقبل واللي هتكون بنسبه كبيره ان شاء الله هي مباراه حسم اللقب. وانه طبعا مستر كولر هيتكلم مع الجهاز الفني وطبعا اللي هيبقى وسيط بينه وبين اللاعبين انه يعني ازاي نبدا اللاعبين يبداوا يركزوا في المباراه القادمه ويفصلوا تماما عن جميع الاجواء اللي حواليهم سواء على السوشيال ميديا او على الصعيد الاعلامي. كمان خليني اقول لكم انه يمكن طبعا في الثنائي عمرو السوليه ومحمود متولي لازالوا الثنائي بيواصل التاهيل الطبي ولازال حتى الان لم يتاكد مشاركتهم في مباراه الزمالك القادمه. ده طبعا بالاضافه الى الثنائي اللي كان مصاب من الاول طبعا كريم فؤاد واكرم توفيق بالرباط الصليبي. كل الامنيات الطيبه للرباعي بطبعا تماثل الشفاء في طبعا الايام المقبله. كمان خلينا نقول لكم انه يمكن مستر كولر يعني حريص جدا الفتره الساعات اللي قبل مباراة القمة ان هو يوصل للاعبين يعني حماس الجمهور لهذه المباراة. لو طبعا زي ما احنا عارفين دي مباراة خاصة بعيدا ايضا عن كمان حسم اللقب هي مباراة وطبعا بطولة خاصة لجمهور الناديين. كمان خلينا اقول لكم انه يمكن النهاردة ثلاثي النادي الاهلي اللي كان طبعا في معسكر منتخب مصر الاولمبي يمكن شرفونا وان احنا بنشكرهم على الاداء اللي احنا شفناه في كاس الامم الافريقيه تحت 23 سنه في المغرب. وعلى الرغم من خساره النهائي امام المغرب طبعا بهدفين مقابل هدف في وقت قاتل الا انه كل الناس اشادت بمنتخب مصر وكل الناس اشادت ايضا بجميع اللاعبين وعلى راسهم حمزه علاء نجم النادي الاهلي وحارس مرمى النادي الاهلي اللي استطاع ان هو يعني يحصد لقب القفاز الزمالك
الذهبي ليكون الحارس الثاني على طبعا مدار تاريخ المصر تاريخ المصري ان هو يحقق هذا اللقب بعد محمد صبحي في البطوله الماضيه، واللي يمكن كان منتخب المصري هو حامل لقبها. حمزه علاء ايضا تواجد في التشكيل المثالي للبطوله، طبعا يمكن الثنائي المتبقي محمد اشرف ونبيل كوكا هيكون ايضا متواجد في التدريبات غدا، الثلاثي هيكون متواجدين في التدريبات غدا اللي ان شاء الله يعني يمكن ده بامر طبعا من مستر كولر لتواجدهم مع الفريق، واكيد طبعا الفريق والجهاز الفني هيكون محتاجهم. كمان خليني اقول لكم انه يعني يمكن مستر كولر زي ما قلت لكم يعني هيفرض حظر اعلامي على اللاعبين بصوره كبيره جدا من هنا لحد مباراة الخميس المرتقبة، والتركيز هيكون بشكل كبير جدا على أنه اللاعبين يكونوا مركزين في مباراة فقط، وأنه يعني ما يستسلموش لأي استفزازات أو أي أمور خارج المباراة أو خارج المستطيل الأخضر. كمان خليني اقول لكم ان منتخب ناشئات يعني تحت 19 سنه لكره السله النهارده بيواصل طبعا استعداداته لكاس العالم اللي هتقام في مدريد في يوليو الجاري، والنهارده في يوم اعلامي يمكن مفتوح للمنتخب. المنتخب طبعا بيضم بعض اللاعبات من النادي الاهلي، كل التوفيق وكل امنياتنا القلبيه لمنتخب مصر لكره السله تحت 19 سنه. اما على الصعيد الاداري فيمكن احنا شفنا امبارح كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي متواجد في طبعا مصيف النادي الاهلي ومنتجع النادي الاهلي في مارينا، يعني والكابتن محمود الخطيب كان حريص على الوقوف على كل صغيره وكبيره في هذا طبعا الصرح الجديد واللي بيضاف لانجازات طبعا مجلس اداره النادي الاهلي بعد افتتاح فرع القاهره الجديده، اللي زي ما شفنا كان قد ايه مشرف وقد ايه الناس اشادت بهذا الفرع وقد ايه الاقبال شديد جدا وكبير جدا على طبعا الاشتراك في فرع التجمع في فرع القاهره الجديدة بالتجمع الخامس. دي كانت أبرز أخبارنا هنا من مقر النادي الرئيسي بالجزيرة، شكرا لكم جدا وعودة مرة أخرى إلى الاستوديو. إحنا اللي بنشكرك، شكرا جزيلا زميلتنا العزيزة نورهان طمان على هذه التغطية المتميزة كالعادة، شكرا ليكي. لا لازم نروح مصيف الأهلي ده بقى ضروري، أنا بعد الفيديو اللي شفته من كام يوم في الحلقة العربية فاكر كان حلو جدا، وبرده المية تحفة هناك كمان. وعايزة أقول لك برده يمكن فكرة إنك تشوف صور أو حتى فيديو أو لقطات حتى حية من هناك غير لما تبقى متواجد فعلا، يعني طبعًا. أنا رحت مرة حقيقي أكثر من رائع، أنا أي جارنتي يعني. لا والله أنا معرفش رحت الشاطئ نفسه. لا والله أنا معرفش ده إيه بقى، طب احكي لنا أنت بقى. جميل جدا، وفي نظافه وفي تشينز مطاعم يعني تشينز معروفه جدا وانت قاعد الحاجات تجي لك لغايه عندك، ما حدش بيرمي حاجه في الارض، تلاقي كل واحد عارف الصح من الغلط من نفسه. حلو قوي. التعامل محترم جدا مع الناس هناك، زي ما كنت بقول لك تحس ان انت بتصيف عيلتك عيله الاهلي بجد. جميل. انا مش جميل. بصيف في حته غريبه حتى لو ما نعرفش بعض على المستوى الشخصي، طبعا الناس كانت بتسلم عليا عشان يعني عارفيننا كاعلاميين في القناه، لكن برده ما تحسش بغربه وانت قاعد الناس كلها عارفه بعض، الناس كلها لطيفه. حلو. الناس كلها بتعزم على بعض يعني، ولا كان انا سبيشال مش كان بيجي لي اكل كتير برضو عنب وحاجه يعني الناس انا انبسطت يعني، فانا هروح تاني الصراحه. لا والله كانت اجواء فعلا فعلا جميله وسيف سيف على الاطفال هيل. لا بجد جميل. تعالوا نروح دلوقتي لاكبر مدرب سنا في تاريخ الدوري الامريكي لكره السله. امبارح توصل فريق سان انطونيو سبيرز المنافس في الدوري الامريكي لكره السله للمحترفين لاتفاق مع المدرب المخضرم جريج بوبوفيتش لتمديد عقده لمده 5 أعوام مقبله. الجدير بالذكر يا حضرات ان المدرب ده عمره 74 سنه بسم الله ما شاء الله، وهو المدرب الاكبر سنا في تاريخ الدوري الامريكي لكره السله، ويعني بموجب هذا الاتفاق بيعزز طبعا رقمه القياسي. يعد هذا المدرب هو الاكثر تحقيقا للانتصارات في تاريخ الدوري الامريكي لكره السله، وبيستعد لخوض الموسم ال 27 ليه مع فريق سبيرز، قاد الفريق ل5 ألقاب في الدوري الامريكي وحصل على جائزة أفضل مدرب 3 مرات، وبيحتل المركز الثالث في قائمة المدربين الأكثر تحقيقا للانتصارات في الأدوار الفاصلة بإجمالي 170 انتصار. بمناسبة الباسكت بول الأمريكي يعني أو كرة السلة، في حدث كان معرفش أنت سمعت عنه ولا لأ، لما كان في برضو واحد من أبطال وصغير في السن جدا يعني واحد من أبطال كرة السلة في أمريكا وكانت بريتني سبيرز عايزة تخش تسلم عليه، عارف حصل معاه؟ سمعتش؟ لا ما أعرفش الوقت. كانوا موجودين، فهي كانت داخلة تسلم عليه
فواحد من البادي جاردز بتوعه زقها، يعني تخيل بريتني سبيرز. لا ما يصحش. زقها وزقها، مش بس زقها، وهي بتقول في تصريحاتها ان هي زي صفعها يعني. يا سلام. ف ورد اللاعب يعني بقى اكيد عارفها، اكيد عارف دي مين يعني. مفروض غريب قوي. لا مش بيتني اللي تعمل معاه كده. انا لا يعني فاهم. لا طبعا ما عجبتنيش ابدا، وحتى اللاعب ما دافعش يعني عن عنها. هو قال هو كانوا قايلين لنا ما نوقفش، فاحنا ماشيين في طريقنا، بس ما اعرفش ان هي حد تعدى عليها قوي بالشكل ده. غريبة. يعني بس بعدين ما بريتني سبيرز برضو مش اكيد معاها هي كمان جاردات طبعا يعني. بريتني سبيرز هي مرت طبعا بما يعني غريبة. دروبس كتيره في حياتها، بس يعني برضو دي بريتني سبيرز يعني شخصيه برضو كبيره او عالميه معروفه يعني. خلينا نتكلم برضو عن الاساطير والشخصيات المؤثره بشكل كبير جدا، واسطوره كره القدم الاسبانيه اللي توفي بالامس طبعا لويس سواريز. ناس كثيره جدا كانت عامله شير على هذا الخبر. نجم طبعا برشلونه وانتر يعني ميلان السابق، عنده 88 عام، ولعب يعني قميص انديه كثيره جدا. لعب زي على سبيل المثال طبعا زي ما كنت بقول برشلونه وانتر ميلان، وعلى المستوى الدولي كمان، او درب خليني اقول لحضراتكم كمان المنتخب الاسباني كان عنده خبره كبيره جدا، ودرب العديد من الانديه يعني منها كومو انتر ميلان وغيرها. فطبعا اسطوره كبيره. ناس كثيره امبارح كانت زعلانه وهي بتعمل شير للخبر. طبعا بيبقى طبعا اسم كبير يعني لويس سواريز طبعا. تعالوا بقى نروح لملف اجازات النجوم، نجوم كرة القدم العالميين، وهتكون بدايتنا النهارده مع حضراتكم مع النجم المصري العالمي محمد صلاح، اللي بطبيعه الحال كل ما بينزل فيديو او صوره ليه في اي اجازه من الاجازات اللي هو بياخدها على فترات، طبعا الصوره بتبقى فايرل جدا وبتنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي انتشار النار في الهشيم. ظهر محمد صلاح في الفتره الاخيره في اكثر من صوره، ابتداهم بصوره ليه يعني اثناء ما كان بيقضي مجموعه او بضعه ايام في مدينه الغردقه كنوع من الدعايه للسياحه في مصر. كمان الصوره اللي حضراتكم شايفينها دي من الصور اللي انتشرت كتير في الفترة الأخيرة، صورة بتجمعه بالنجم محمد رمضان. وبالمناسبة حتى الفريق ليفربول نفسه يعني شير الصورة دي، ناهيكم بقى طبعا عن أن محمد صلاح شيرها، وكمان محمد رمضان شيرها بدوره وكتب عليها يا حبيبي يا مو في رسالة لمحمد صلاح. وطبعا يعني كانت أجازة قصيرة نسبيا بعد منها توالت مجموعة صور جديدة لمحمد صلاح طبعا أثناء يعني استمتاعه بالأجازة. كان برضو يعني علقوا قبل كده أكتر من مرة على موضوع العلاقة اللي بتجمع ما بين محمد صلاح ومحمد رمضان، ناس كتير وقفت عندها، ودايما محمد رمضان لما بتيجي السيرة بيشيد بعلاقته بمحمد صلاح. بص هو محمد صلاح كان في الاجازه دي متصور مع ناس كتيره جدا، معرفش هم فريندز ولا لا، اصدقاء ولا لا، بس هو محمد صلاح عاده بيتصور مع نجوم كتير جدا. طبعا. وانا بس عايز اعلق كمان على نقطه مهمه، لان كان في فيديو معمول له شير بنسبه كبيره لمحمد صلاح وهو في اجازته، يعني هو الراجل في اجازته ما عملش حاجه. اللي في ميكونوس؟ كان لا كان في ميكونوس، وكان في احمد سعد وواحد دي كانت في ميكونوس؟ ميكونوس اوكي. يعني بغض النظر اللوكيشن، بس يعني انا مش عارفه ليه دايما الناس معتقده ان انت عشان تبقى شخص معروف في اي مكان كان، يعني مش لازم بس كره القدم او الرياضه، لازم يبقى مالكش حياه. يعني ما هو الناس دي بشر على فكره، واللي عمله محمد صلاح هو في اجازه، هو عمل ايه غلط يعني؟ بيسمع ميوزك مع صحابه، بياكلوا، بيعوم. فيعني يا ريت بس الانتقادات اللي هي ليس لها معنى، ممكن انت تتكلم تقول رايك، بس لما تيجي تنتقد شخص عشان بيصيف فحاجه كانت مضحكه. عارفه النقطه اللي النقطه اللي انت بتتكلمي عنها دي، لسه امبارح لو انا مش غلطان الزميل الاعلامي طبعا الكبير استاذ محمد الباز كان علق على تعليقات الناس دي، وقال ما معناه لماذا تكرهون الحياه. اي الله حلو يعني جدا والله. قالها انا بحترمه جدا طبعا استاذ محمد الباز، على فكره بحب اقراه جدا وبتابعه، بس حلوه دي لماذا تكرهون الحياه. في ناس فعلا تحس ان هي كارهه للحياه، او هي مش عارفه تعيش حياتها سعيده فكارهه انها تشوف حد عايش حياته سعيد. للاسف في نفسيات كده كتيره جدا. فيعني على كل حال نكمل مع حضراتكم، وعايزه اروح للقطه برضو كانت امبارح مهمه جدا، لان انت بتتكلم عن نادي كبير ريال مدريد طبعا. هو تعاقد مع لاعب صغير في السن تركي اسمه ارادا جولر، هو مشهور هناك بميسي تركيا، لان هو فعلا موهوب جدا. هو من مواليد 2005 وكان ناشئ في بعض الانديه وتم تصعيده، وبعد كده لعب مع المنتخب منتخب تركيا. موهبه كبيره جدا، اعتقد مش انا بس يعني ناس كتيره من المعنيين بهذا الملف بيتوعدوا ليه بمستقبل كبير جدا جدا.
جدا. امبارح كان في لقطه طبعا وقت المؤتمر الصحفي، ودي الناس اللي عملت لها شير، برضو انت عارف الشعوب اللي زي تركيا وغيره برضو شعوب عاطفيه الى حد كبير يعني، فمامته بتحضنه يعني وبتبارك له. طيب قبل ما نطلع مع حضراتكم الفاصل ده، تعالوا الاول نشوف ايه اللي بيحصل في عالم سباقات السباقات الغريبه نسبيا. هنشوف معاكم فيديو جراف عن سباق النعام اللي ظهر في جنوب افريقيا. كيوت. غريبه جدا. بقول لك ايه، ما تيجي نشوف على طول بالظبط كده، وبعد كده فاصل ونرجع نكمل. اتفضل. عودة مرة تانية لحلقتنا النهاردة من 10 الصبح في الأهلي، أهلا بكل حضراتكم من جديد. في الفقرة دي هنتكلم عن نشاطات ملحوظة الحقيقة، عايزين نكلمكم عن إن الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ من الاتحادات اللي فعلا ليها نشاطات كتير في الفترة الأخيرة، وكمان حققت إنجازات كتيرة في الفترة الأخيرة، يمكن يعني من أواخر هذه الإنجازات بطولة السباحة بالزعانف. هنتعرف على كل التفاصيل دي مع كابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ. صباح الفل يا فندم. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا كابتن سامح. أهلا بيك. ممكن في البداية عشان برضو نبدأ الموضوع من أوله ونشرح بالظبط عن يعني الاتحاد وبيضم إيه وتأسس تقريبا إمتى؟ والله بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ تأسس عام 83. يمكن بداية تأسيس الاتحاد كان له نشاط سياسي شوية على أساس الإشراف على مراكز الغوص في مصر بعد ما استرددنا سيناء. وكان مكون من كلهم ضباط قوات بحرية ومن الشرطة ومن الإنقاذ الناري، كان بالتحديد عشان قصة مراكز الغوص. ثم بدأنا اشتركنا في الاتحاد الدولي وعرفنا ان في رياضات بيمارسها كل دول العالم، واشهرها طبعا السباحه بالزعانف، وفي التوجيه بالبوصله، وفي التصوير تحت المايه، وفي الهوكي تحت المايه، في الركبي تحت المايه، في حاجات كتير. انا واحد ما كنتش اعرف ان الموضوع للدرجه، انا حتى كنت متخيل انه مثلا ايه انه تابع بشكل ما الاتحاد المصري للسباحه، لكن لا، كلام حضرتك انه اتحاد مستقل بذاته. اتحاد مستقل، الاتحاد الدولي مقره في روما في ايطاليا. الاتحاد الدولي للرياضات التحت مائيه، كونفدريشن مونديال اكتيفيتي. هو التصوير تحت الميه بيعد رياضه؟ رياضه وله بطولات عالم كمان. على فكره احنا نظمنا بطوله عالم التصوير تحت الميه في عام 92، وكانت بطوله كبيره جدا في شرم الشيخ، وكانت يعني جذبت العديد. وقريبا جدا احنا تقدمنا الملف ان احنا ننظم بطوله تصوير تحت الميه باذن الله، هتبقى 25 يمكن 24 هتبقى بطوله عربيه. افكار بتيجي ازاي دي؟ هي على فكره هو يمكن التصوير لو كلمنا بقى يعني احنا كمان عندنا كنوز تحت الميه بالظبط طبعا كتير، ورأس محمد من احسن مقاصد الغوص على مستوى العالم. طبعا مصر، شرم الشيخ، غردقه، مرسى علم، اماكن كتيره جدا. وهو ده اللي احنا بنقول ان السياحه الرياضيه تقدر تجذب العديد من السياح اللي يقدروا يجوا مصر. ولو قلنا بقى السياحه بالنسبه لمصر او سياحه الغوص بقت نمره واحد، ما بقتش اثار، ما بقتش اي سياحه، هي سياحه الغوص النهارده اللي بتدخل تقريبا 70% من الدخل القومي لمصر جاي من سياحه الغوص. فاهتمامنا احنا كمان كاتحاد مصر للغوص والانقاذ بالرياضات اللي هي بتجذب سائح الغوص هيبقى فيها ان شاء الله ليها مردود كبير للعوام القادمه باذن الله. جميل، رائع جدا. طيب وعدد المشاركين وعدد الابطال بتوعنا، ومن يعني رجال ولا سيدات، ناشئين، خلينا نتكلم. عندنا كل الاعمار السنيه بدايه من احنا تقريبا زي السباحه، يمكن انا اصلا سباح قديم يعني وعائلتي كلها سباحين، انما انا بتكلم على الاعمار السنيه. انا من اسكندريه بالظبط كده، ووالدي نبيل الشاذلي بطل منين في اسكندريه، احنا بلدياتك الشاذلي. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا. طبعا يمكن اعمار السنيه في الاتحاد احنا اول عندنا يمكن اكتر من مقيد من اكتر 40,000 سباح وسباحه عندنا. عندنا اعمار سنيه من 11 سنه الى مرحله العمومي تقريبا 7-8 مراحل سنيه. السباحه بالزعانف تقريبا قريبه من السباحه العاديه، فيها برضو مسابقات في حمام السباحه ومسابقات في البحر. لو قلنا حمام السباحه نفس المسابقات في 50 و100 و200 و400 و800 و1500 وتتابعات طبعا اولاد وبنات. عندنا مسابقات زياده كده تحت الميه في 50 متر بتقام من غير نفس خالص، السباح بينزل ستارت يقوم ال 50 متر تحت الميه، كل ده طبعا بالزمن. وفي مسابقات بالتانك الصغير او الاسطوانه الهواء. أيوة. بتبقى اسطوانه صغيره في 100 متر وفي 400. المسابقات شيقه، احنا بنقول ان الزعانف بالنسبه لنا في نوعين من الزعانف، اللي هي الزعانف المونو اللي هي الزعانف الاحاديه اللي هي بيعوم بيها بوسط الدولفين او الفراشه بالظبط زي سباحه الفراشه وما فيهاش استخدام ايد خالص، والزعانف المزدوجه اللي هي البي فينز العاديه. ونقول الزعانف بقى هي كمان بنقول عليها فورمولا الميه، يعني لانها سرعتها كبيره جدا. لو قلنا بطل مصر في السباحه العاديه يعني السباحه وبطل العالم، رقم العالم عالمي في ال 100 متر مثلا 47 ثانيه، رقم العالم في السباحه النهارده الزعانف المونو 33 ثانيه. الزعانف المونو دي اعتقد ان اول ارهاصات
شفناها دي يعني شفناها ليها كان في مسلسل زمان مش عارف حضرتك تفتكره ولا لا، مسلسل امريكاني كان اسمه مان فروم اتلانتس بالظبط، كان البطل اسمه مارك هاريس لو انا مش غلطان يعني. لا هو صح، كان بيعوم بطريقه معينه، دي تعتبر اول مره نشوف حد عموما بيعوم بالطريقه دي بالظبط كده يعني. ويمكن اللوجو بتاع الاتحاد الدولي برضو نابع من الميرميد او عروسه البحر. أوكي. نفس الكلام، هو ده لوجو الاتحاد الدولي، فبالتالي هي لعبه شيقه جدا. على ذكر ان احنا اسكندرانيه والمدن الساحليه وحضرتك طبعا سيدي عارفين، بشكل غير احترافي هتلاقي كتير من مواطني وسكان المدن الساحليه ليهم قوي في موضوع الغوص بشكل يعني هوايه، لكن ممكن جدا لو اتظبطت الامور يبقوا محترفين في وقت من الاوقات. وفعلا العديد من العاملين في مجال الغوص في مصر سواء في الغردقه او شرم الشيخ من اسكندريه او المدن الساحليه بالتحديد، لان طبعا بيتعلم سباحه وبيتعلم غوص وبيتعلم ينزل اصطاد، فبالتالي هو عنده الملكه دي. انما طبعا قصه الرياضه قصه تانية، ان ده غوص ترفيهي نقول عليه غوص ترفيهي، انما الرياضه طبعا ليها رونق وليها يعني حاجه جميله بالنسبه لينا احنا كاتحاد. يمكن احنا يعني الحمد لله تفوقنا في الجزئيه دي، وبقى تصنيفنا من احسن 3 دول على مستوى العالم. وبطوله العالم الاخيره اللي احنا بنتكلم عليها لو بدانا الحكايه بتاعتها، هي بطوله العالم ال 18 للسباحه بالزعانف. يمكن احنا كمصر نظمنا بطوله العالم رقم 16، كانت في شرم الشيخ في عام 2019، وكان من الصعوبه جدا ان احنا نقدر ان احنا نحصل على شرف تنظيم بطوله بعديها بسنتين او النسخه ال 18. اتقدمنا بملف قوي جدا، الدوله ساعدتنا، وزاره الشباب والرياضه معالي الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه ورانا على طول، عملنا ملف جميل عشان نستضيف البطوله في القاهره. وقد كان تفكيرنا نعمل البطوله في حمام سباحه اخر، انما وقع الاختيار على حمام السباحه استاد القاهره. ولا عايز اقول لحضرتك حاجه، يعني كان تحدي بالنسبه لنا ان احنا نعمل عمليه تجميل في حمام السباحه استاد القاهره. هو اخر عمليه تجميل كانت ليه او صيانه كانت امتى؟ بص حضرتك، هو من زمان يمكن الحمام السباحه لم يتم اي اعمال فيه من الثمانينات. لا مش من الثمانينات قوي، لان طبعا في بطولات بتتعمل فيه، واحنا بطولاتنا او اتحاد السباحه او اتحاد الخماسي الاتحاد كلها بتعمل فيه، انما كان لازم عشان نستضيف بطوله عالم فيها 38 دوله شكلنا كشكل مصر يبقى بالظبط يبقى الشكل كويس. الوزاره ما تاخرتش، هيئه استاد القاهره ما تاخرتش معانا، حمام الاستاد فعلا حاز على اعجاب كل دول العالم اللي شاركت. نقول بقى احنا هننظم حاجه كويسه، طب والمنتخب مصر يعني هنقف نتفرج على الناس وهي بتطلع تستلم الميداليات والسلام الوطني بتاع مصر ما يعزفش؟ كان لازم نعمل اعداد لمنتخب مصر. بدانا من بعيد شويه، ويعني وقع كده اختيارنا على اكتر من 30 سباح وسباحه، صفناهم وعملنا معسكر مغلق. النتيجه بتتكلم عن نفسها، 14 ميداليه، 4 ذهب و4 فضه و6 برونز، ترتيبنا الثالث على مستوى ال 38 دوله. السلام الوطني تعزف 4 مرات، وده كان بالنسبه لي احلى حاجه. طبعا. الدوله موجوده، معالي الوزير دكتور اشرف صبحي، المهندس هشام حطب كانوا موجودين معانا قبل رئيس الاتحاد الدولي، حضروا الافتتاح وكانوا موجودين في البطوله ووزعوا ميداليات. يبقى اذن الدوله ما بتتاخرش كمان عن انها تبقى موجوده في البطولات العالم اللي بتقام في مصر. قوام المنتخب المصري ده يعني جاي من لاعبين ولاعبات او سباحين وسباحات بيلعبوا بشكل نظامي في انديه مختلفه، صح؟ بطوله كاس مصر، احنا بنعمل بطولتين في السنه، كاس مصر وبطوله الجمهوريه، سواء اي بطوله بنحاول نختار منهم. لو كانت بطوله بعيده عن البطولات بتاعتنا بنعملها تصفيات، وقد كان عندنا كاس مصر في شهر 3، اخترنا منه الولاد والبنات اللي هم الابطال اللي انا بقول عليهم ابطال. طب. اللي هم وقع عليهم الاختيار، وكان موضوع بقى داخلين على شهر رمضان، طب هنعمل ايه رمضان والدراسه؟ بدانا في رمضان كل ويك اند خميس جمعه سبت ان احنا نعمل تجمع لل 30 ولد والبنت اللي احنا اخترناهم. تقريبا التدريب كان بشكل منتظم. امتحاناتنا والدراسه في مصر صعبه جدا للرياضيين. استنينا ما الامتحانات خلصت وبدانا 20/5 معسكر مغلق في مدينه القاهره، في طبعا في احد دار القوات المسلحه، وكانت حاجه جميله جدا فعلا. كمان وزاره الدفاع مشكوره بتساعد الاتحادات الرياضيه. الوزاره الشباب والرياضه ما تاخرتش علينا في اي دعم، لان طبعا معسكر مغلق بياخد وقت كبير، بياخد مبالغ كبيره، فبالتالي كان في دعم من الوزاره. يعني الاتحاد اللي بعيش حضرتك، عشان ما شاء الله يعني معلومات كتيره وبتسترسل، فانا ببقى عايزه بس اسال كام حاجه. يعني نفهم من كلام حضرتك ان وزاره الشباب هي اللي متكفله بالاتحاد بشكل كامل، ولا الاتحاد ليه برضو مدخولات اخرى؟ وفي نفس الوقت هل الابطال بتوعنا بيبقى في جزء منهم بيتحملوه هم في سواء في المعسكرات او في السفريات او في المشاركات الدوليه، ولا الموضوع
على الاتحاد؟ يعني خلينا نفهم، خلينا نتكلم بقى بشكل كده. كل اتحاد له ميزانية أكيد الوزارة بتخصصها له. لو في بطولات عالم او بطولات خارجيه الوزاره هي متحمله كل الكلام دوت، عشان في بعض الكلام بيقال كلام مش صح. الوزاره بتتحمل كل تكاليف، مش في كل الاتحادات برضه، والله الاتحادات اللي بتعمل نتيجه، ما انا مش هصرف على اتحاد ما بيعملش نتيجه اكيد. يعني الوزاره عندها خطه وعارفه الاتحادات اللي بتعمل ايه، بتطلع بره بتجيب نتائج ايه، اسم مصر كبير قوي فيطلع بره اعمل حاجه يا اما ملهاش لازمه. بالتالي كمان حضرتك المعسكرات كلها الولاد طبعا ما بيدفعوش حاجه، الولاد من 20-5 معسكر مورك، وزاره الشباب والرياضه متحمله تحمل كامل تكاليف المعسكر كله. احنا عارفين ان في لائحه كمان مكافئات، طب ما هي في لائحه مكافئات بعد البطولات، لو في مركز اول ثاني ثالث رابع لهم ميداليات وليهم مكافئات في وزاره الشباب والرياضه. تقريبا توصل قد ايه تقريبا المكافئات اللي بص حضرتك، انا كان عندي يمكن بطوله عالم العام الماضي في السباحه بالزعانف، وجبنا 16 ميداليه كنا في ايطاليا، وكانت بطوله عالم مسافات طويله سباحه بالزعانف برضو. انا عايز اقول اجمالي المكافئات كانت اكتر من 800,000 جنيه كل ولد وبنت تقريبا، على حسب لان هي لائحه مكافئات. أيوة. اللي خد 120 واللي خد 130 اللي خد 70 80 يعني صافي كامل. على فكره اللي احنا بنقول الظروف الصعبه اللي بتمر بيها العالم كله، انما اللائحه عندنا بتطبق، دعم الوزاره لا يتوقف. انا مش بقول الكلام ده عشان انا الارقام كمان انها معقوله، يعني في يعني المنطق متحقق فيها يعني. حضرتك احنا لو احنا مش لعبه اولمبيه، لو لعبه اولمبيه بتتكلم في المليون. يعني ده فعلا دي حقيقه. ما انا نفسي افهم ليه فعلا، يعني ليه الموضوع مش اولمبي، ليه احنا لسه احنا لعبتنا مش اولمبي. بقى هنتكلم في جزئيه مهمه جدا، هل في امل اصلا؟ احنا البطوله العالم دي اللجنه الاولمبيه الدوليه طبعا وافقت على مشاركه الرياضيين الروس، على روسيا مصنفة رقم واحد في السباحة بالزعانف على مستوى العالم، وافق ان هم يشاركوا، ما يشاركوش باسم روسيا، باسم الاتحاد الدولي للغوص او سيماس وان. ما فيش سلام وطني، ما فيش علم روسيا، فروسيا كانت موجودة. ده مراعاة للرياضيين. تعرف حضرتك الحرب روسيا اوكرانيا، الموضوع كان مؤثر على مشاركه روسيا، كان ممنوعه مشاركه نهائيا. يمكن احنا اول في اتحاد كتير في الغرب ليها موقف موقف بالظبط، وبالتالي اوكرانيا ما جاتش البطوله بتاعتنا، واوكرانيا احد المصنفين. التحايل ده هيعدي على هو مش موضوع تحايل، ما هو هيشاركوا في الدار الاولمبيه برضو باسم الاولمبيك جيمز، يعني مش هيشاركوا باسم روسيا ولا علم ولا سلام. فبالتالي انا بشارك كرياضي، مجهودي انا كرياضي. على الرغم كده استاذ كريم، مثلا التتابعات عشان هتتكتب باسم تيم رشا، فبالتالي مفيش تتابع، هو انديفيديوال السباح فردي، محجمين وجود بالظبط. يعني حضرتك سالتي على ليه مش لعبه اولمبيه، لان طبعا روسيا وحرب روسيا وامريكا في الميداليات الاولمبيه، اوكرانيا في بطولات العالم، روسيا وامريكا والصين هم بيتنافسوا على المركز الاول والثاني والثالث. روسيا هتجيب في السباحه بالزعانف اكتر من 40-50 ميداليه، هيقلل من امريكا بعيد خالص في المنافسه في السباحه بالزعانف. هو ده اللي احنا تعبنا احنا. غريبه قوي على امريكا، مع ان امريكا اي حاجه ليها علاقه بالميه عموما فهم متفوقين فيها. وليه السكواش مش موجود اولمبي؟ لسه كنت هقول لك، واكيد السكواش عشان مصر نمره واحد في العالم، هناخد ميداليات فيهم. هم امريكا وروسيا بعيد، فبالتالي الموضوع سياسي. بالظبط كده، لغايه لما ننظم احنا يعني، نتمنى في يوم من الايام ان شاء الله باذن الله يحدث، رغم ان ناس كتيره مقلله من الموضوع ده، او بتتريق او بتسخر، تقول لك تعملوا اولمبيات ايه وتستضيفوا اولمبيات ايه. يعني دايما في نبره اللي هو كنا بنسمعها زمان كمان على البطولات العالميه العاديه اللي مصر دلوقتي تقريبا بمعدل كل اسبوع بتستضيفها، بس زمان ما كانش فيه ثقه في ده. فدلوقتي كلام كده ساخر شويه، يقول لك اولمبياد ايه اللي انتوا عايزين تستضيفوها، مش عارفه ليه النبره دي. واكيد حضرتك سمعت حاجه زي كده برضه. طبعا الكلام ده بيتقال للناس اللي هي مش شايفه ومش مش مش واخده بالها ايه اللي بيتم في مصر. احنا عندنا منشآت رياضيه، بس هي كيف التكسير بقى احباط طبعا. احنا عندنا منشآت رياضيه تقريبا موجوده في مصر، نقدر ننظم مش دوره اولمبيه، احنا ندور اكتر من دوره اولمبيه. لو رحنا المدينه الرياضيه اللي في العاصمه الاداريه الجديده، حاجه فوق الوصف، كل الالعاب ممكن تنظم في هذا المكان، الاوتيلات والفنادق حوالين المدينه الرياضيه فيها ما يفيد السباحين والسباحين التابعين للاتحاد. عند حضرتك المدينه الرياضيه الجديده في العاصمه في حمام سباحه حضرتك هناك على مستوى عالي جدا، اقدر انظم فيه بطوله عالم. هو يمكن الحاجه الوحيده اللي احنا
قلنا استاد القاهرة على أساس نبقى في نص البلد. ثانيا حتى وقتنا هذا المدينة لم تسلم، لأن طبعا هو تقريبا في المراحل النهائية، وطبعا في خامة رئيس الجمهورية هو هيفتتحها، فبالتالي احنا كنا نأمل ان احنا نتعامل هناك. انما انا بقول احنا عندنا منشآت رياضية تنافس اي دولة في العالم ان احنا فعلا نستضيف دورة أولمبية، بس هي الثقافة الشعب بتتغير شوية. الله عليك والله العظيم. يعني خليني اقول على حضرتك على حاجه يا كابتن سامح، بجد النقطه دي مهمه جدا وفي غايه الاهميه، ومش اي حد بيلتفت ليها. ما انا ممكن انظم حاجه على اعلى مستوى، يجي الناس بقى عندي يلاقوا اوحش معامله، فيعني ممكن واحد يخرب لك الدنيا، شخص واحد بس التصرف غير مسؤول يخرب لك الدنيا. قلتي من شويه انا متابعك في مصر في النادي الاهلي، ما فيش حاجه مرميه على الارض، هي دي ثقافه الشعب. لو احنا فعلا كلنا حبينا بلدنا وقلنا ان احنا هنستضيف من اول استقبال المطار لسواقين التاكسي للاوتيل لكل حاجه في البلد، لا احنا عندنا فعلا مقاومات نستضيف اي حاجه عالميه. بينك هي ما ينفعش تتساب اكتر من كده لاهواء المواطنين بالزبط. يعني لازم يبقى في قوانين رادعه تمنع ان بالزبط. اي واحد يضيع مجهود دوله كامل، مجهود دوله، مجهود بتقوم بيه دوله فعلا كامله عشان تنعش مصدر اساسي ورئيسي للدخل عندها. فتلاقي واحد، عارف انت اللي هم كان زمان بيسموها الخرتيه، الناس اللي بيصطادوا اي خد يا خواجه، واللي عارف الصيغه دي بالزبط. دي حاجه منفره جدا للاجانب. حضرتك يمكن من الفتره الاخيره من شهرين اتحاد السباحه نظم بطوله فوق الرائعه في الغردقه في سوما بي عشان يقول للناس احنا عندنا مكان جميل. اتحاد السلاح بينظم النهارده الخماسي الحميد الحديث بينظم في اسكندريه في جوه الاكاديميه العربيه في ملعب الاكاديميه بطوله عالم ايضا. يبقى اذا احنا عندنا اتحادات كده فرديه بتعمل بطولات، ليه ما نعملش حاجه مجمعه؟ لا نقدر ننظم اكتر من بطوله واكتر من دوره اولمبيه باذن الله. نتمنى يكون ده قريب، يعني مش بعيد قوي عشان نلحق بس نحضر باذن الله. هي دي الجمهوريه الجديده اللي باذن الله هيبقى فيها اكتر من حدث رياضي في مصر. بالنسبه بقى حاجه انا دايما عايز اسال عنها، السباحه من الرياضات المشهوره جدا، ودايما اي حد مخلف اي حاجه اي اول فكره نلعبه سباحه، يعني دي الرياضه اللي دايما الاهالي بيبقوا عايزين ولادهم يمارسوها. طيب اولا ليه السبب ده؟ طبعا واقع خبره حضرتك. تاني حاجه ايه المقومات المفروض تبقى عند الطفل عشان ابتدي اركز؟ طب ابني ده ادخله سباحه ولا لا؟ تالت حاجه يعني بنسبه او برسنتج قد ايه انتوا بتختاروا بعد كده اللي يكمل بقى على المستوى الاحترافي؟ لو قلنا السباحه مهمه جدا، احنا بنقوله يعني السن الصغير اسهل من السن الكبير. كل الناس بتتجه للرياضات اللي هي بتنمي الجسم بتاع الولد، جمباز اكثر يعني. جمباز وسباحه، انا ولادي بداوا بجمباز وبعدين دخلوا السباحه وكانوا يعني برضو ابطال وخروا بالعافيه في حاله حضرتك طبعا. الاسره كلها سباحين يعني هيفلتوا منكم ازاي دول؟ لا هم طبعا لا يعني يمكن السباحه كلنا بنحب السباحه زي ما حضرتك قلت برضو طبعا. يمكن احنا عشان سكندريين برضو يمكن الرياضات المائيه بالنسبه لنا بتشدنا، انما السباحه فعلا كل عضله في الجسم بتتحرك. حضرتك لو الانسان بيجري افقي كده، واي لعبه بتمارس افقي، السباحه بتمارس راسي كده ويبقى عايم يبقى عايم على 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 وش الميه، كل عضله هو عايم بتتحرك. حتى في اعاده التاهيل والعلاج الطبيعي اساسي السباحه. الميه مهمه جدا. عايز اقول برضو لو بنتكلم بقى على ان احنا بلد ساحليه، عندنا البحر المتوسط وعندنا البحر الاحمر وعندنا بحيرات وعندنا مسطحات مائيه كتير جدا، طب وليه بقى يعني ما نقولش ان احنا محو أمية السباحة؟ ده مهم جدا. حلو يعني حلو المصطلح. يعني ليه حضرتك ليه أسرة تروح تصيف وترجع ناقصين واحد؟ هو ده اللي احنا بنقوله. احنا كاتحاد مصري للغوص والإنقاذ احنا عاملين مبادرة اسمها مبادرة مصر بالغرق، على فكرة حاجة جميلة جدا، ومعالي الوزير دكتور أشرف صبحي هو رئيس اللجنة العليا للمبادرة. ودي بقى أنا عايز أقول هي فعلا ثقافة شعب، لأن احنا السباحة مهمة جدا في السن الصغير، ويمكن المبادرة محاورها المحور في المدارس الابتدائي في حصة الألعاب اللي احنا كلنا كنا بنقول عليها حصة الألعاب. لازم يبقى فيه حصة سباحة حتى مرة في الشهر. هتعملوا أي تغيير في الإطار ده؟ يعني هل في خطة ضمن أجندتكم مثلا حضرتك للوصول لقاعدة نشأ منتشرين في كل المدارس؟ كريم مش سهلة إن كل المدارس يبقى فيها بيسين يعني. لا هو مش موضوع بقى المدارس، أقول المحافظة. كل المحافظات فيها حمامات سباحة، سواء في استاد سواء في نادي. ده دور وزارة التربية والتعليم ومبادرة مصر بلا غرقة كلجنة عليا. فيها 7 وزارات موجودة معانا، معالي الوزير هو رئيس اللجنة، وممثلة من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة السياحة والتعليم العالي والتربية والتعليم ووزارة السياحة ووزارة وزارات 7 وزارات. كل الوزارات معنية بهذا الموضوع، لأن فعلا في توجه رئاسي
وعارف حضرتك يعني فخامه رئيس الجمهوريه اهم حاجه عنده المواطن وصحه المواطن وامن المواطن. فبالتالي ان احنا قلنا مصر بلا غرقه لان اعداد الغرقه بقى زادت جدا جدا خلال السنوات الماضيه. لازم كلنا نفكر طب نعمل ايه. ويمكن حادث شاطئ النخيل كلنا سمعنا سمعنا عليها ان اسره كامله 11 واحد راحوا في ليله نزلوا الفجر وما كانش في وعي وما كانش في اي ارشادات. فبالتالي المبادره مهمه جدا وتكاتف الوزارات وموجوده معانا زي ما حضرتك قلتي. طب هنعمل ايه؟ مش شرط يبقى المدرسه فيها حمام سباحه، انما ممكن المحافظه فيها حمام سباحه، يطلعوا باوتوبيس يروحوا حمام السباحه مره في الشهر مش هتتعب. انما انا بقول مش بعلم بطل، مش بخرج سباح، انا بقول انه يعرف يقف في الميه اللي زي ما بيقولوا ان هو يقف كلابي زي ما بنقول كده، يعرف يعوم. انا بعمل محو امهات السباحه، بالتالي هو حاجه متبنيها معالي الوزير دكتور اشرف صبحي وهتظهر فعلا نتائجها خلال الاعوام القادمه باذن الله. جميل. انتوا عموما يعني الفتره دي بتجهزوا لايه؟ يعني ايه البطولات اللي هتشاركوا فيها؟ احنا عندنا الجمعه اللي جايه والسبت 14 و15 تصفيات اختيار منتخب بطوله العالم للسباحه بالزعانف لمسافات طويله في صربيا، في دوله صربيا. البطوله طبعا للناشئين وللكبار والاساتذه. واحنا اخر بطوله العام الماضي لسه قايل لحضرتك احنا راجعين ب 16 ميداليه. ما ينفعش نقل، ما ينفعش لان احنا بقينا مصنفين من احسن 3 دول على مستوى العالم في السباحه بالزعانف. فبالتالي الموضوع بالنسبه لي انا بياخد تحدي شويه لان بنعمل التصفيات ثم بنعمل معسكر مغلق في الاسكندريه، البطوله في شهر 9، فان شاء الله باذن الله نقدر نعمل حاجه كويسه. في شهر 9 ايضا في دوره العاب البحر المتوسط الشاطئيه مصر طالعه الدوره، اللجنه الاولمبيه المصريه برئاسه المهندس هشام حطب طالعين ببعثه كامله، والسباحه بالزعانف موجوده ضمن منافسات الدوره. فاحنا هو مع مش لعبه اولمبيه انما مسافرين مع اللجنه الاولمبيه في احدى الدورات الكبيره، وان شاء الله بنوعد يمكن في اخر دوره العاب بحر المتوسط كانت في باسكارا في ايطاليا احنا تقريبا جايبين 7 ميداليات ورصيد مصر كان 11 ميداليه. جميله. فانا ان شاء الله باذن الله السباحه بالزعانف هيكون لها دور ونصيب انها نعلي من رصيد مصر من الميداليات في هذه الدوره باذن الله. يعني هو الوقت بيجري كابتن سامح، بس خلينا نطمن برضو من حضرتك في الدقيقه الاخيره دي عن فكره هنا برضو يعني كبار السن، لان احنا دايما بنبص للبيز او ده وده صح، انا لما عايز اطور حاجه لازم ابدا من النشء، بس كبار السن برضو حصل الفتره الاخيره. يمكن انا فاكره من سنه كان في كذا حادث لكبار السن برضو احداث غرق، فهل دول بقى هيبقى يعني هيشملهم برضو الخطه، هتشملهم الخطه، ولا احنا بنتكلم ان كبار السن احنا مش هنعرف نساعدهم في أبداً حاجه؟ يعني ابدا. ده جميل جدا. انا بشكرك على السؤال ده طبعا، لان احنا يمكن اتحاد البطوله العالم اللي كانت موجوده في استاد القاهره من 19 ل 25 كان بيعقبها يومين بطوله عالم للاساتذه. الاساتذه حضرتك من 30 34 سنه 35 39 كده كبار سن، حرام عليك. احنا كان عندنا 80 سنه حضرتك. هستاذنك اروح 35 سنه اتدفت بسرعه وارجع. لا 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 كان عندنا، انا بقول المراحل السنيه وبينك كبار سن يا كريم الله يرحمنا. المراحل السنيه للاساتذه عفوا طبعا، يمكن انا عايز اقول بدايه من 30 الى غايه 85 سنه. انا كان عندي ابطال كده ظبطت الجمله. انت بعيد عن صعبت عليها نفسها جدا عايز اقول لك، وحسيت ان العمر جري بيها. حضرتك بعيد عن التصنيف ده اصلا، انما هو بقول انا بقول يعني التصنيف بتاع الاساتذه بطوله الاساتذه من 30 الى 80 سنه، وكان في استاد القاهره بطوله العالم كان موجود ابطال من مصر، المهندس احمد حماده رئيس نادي سبورتنج السابق نزل البطوله وطلع الاول على العالم في بطوله العالم. وعايز اقول البطوله العالم اللي كانت في استاد القاهره ناشئين واساتذه، الاساتذه مصر ونادي الصيد بالتحديد حصل على لقب بطل العالم لان هم حصلوا لاكبر عدد من الميداليات. يبقى اذا كبار السن بالنسبه لنا حضرتك، مش حضرتك طبعا، يعني كبار السن ليهم دور عندنا وليهم حظ في مسابقات السباحه بالذات. احنا بنتكلم في النهايه عن اتحاد مصري للغوص والانقاذ، تعالي نقف شويه بعد اذن حضرتك عند تفصيله الانقاذ. تمام. هل في برضه اليه ما او خطه ما بموجبها بيتم الاستفاده من ابطالنا في الانقاذ تحديدا عشان نمنع وجود غرقة في الشواطئ المصريه بعد كده؟ هل في تنسيق ما بين جهات ما وبينكم عشان ده يتحقق للاستفاده من هذه الخبرات؟ يعني على فكره الانقاذ ده له بطولات عالم. انا دي بقى اول مره اعرف له بطولات عالم. عايز اقول لحضرتك اكبر اتحاد، عايزين نقول بس ان احنا اتحاد مصري للغوص والانقاذ. دول اتحادين دوليين، الاتحاد الدولي للغوص ده اللي هو السباحه بالزعانف،
مقره في ايطاليا، والاتحاد الدولي للانقاذ مقره في بلجيكا. ده اتحاد وده اتحاد. بس احنا عندنا الاثنين مجمعين، احنا في مصر الاثنين مجمعين والحمد لله احنا مغطيين الاثنين. وانا برضو اتشرف ان انا رئيس الاتحاد العربي للغوص والانقاذ. انما مسابقات الانقاذ اكبر اتحاد في العالم، اعداد مشاركين بيشاركوا في بطولات العالم. بطولات العالم للانقاذ بيشارك فيها اكتر من 4000 لاعب ولاعبه. جميل. لانها بتجمع المهارات اللي بتتوافر في اللايف جارد اللي موجود على الشاطئ او على حمام السباحه، المهارات اللي موجوده عنده مطوره على هيئه مسابقات. بمعنى اللايف جارد او المنقذ لازم بيعرف يعوم في مسابقات في حمام السباحه وفي البحر. اللايف جارد لازم يبقى عنده رشاقه وجري في مسابقات على الرمله، البيتش سبرنت 90 متر جري على الرمله. ليه اللايف جاردز دول اللي هم مش بينتموا لانديه ومش بيمارسوها بشكل احترافي؟ في لايف جارد وفي في انديه. احنا لما بنيجي نعمل منتخب مصر بنعمل بطوله برضو تصفيات لايف جارد، اهلا وسهلا يجي سباح، يجي لعيب العاب قوه يجي، لان انا عندي مسابقات بتقام في الجري على الرمله. اللايف جارد بحرك لازم يركب بورد. أيوة. لازم يعرف يركب جيت سكي. في مسابقات كتيره جدا للانقاذ. الانقاذ من اجمل الرياضات اللي بتمارس على وجه الارض لانها رساله. عندي سؤال كابتن سامح، هل حصل قبل كده ان اي منقذ غرق او حصلت له مشكله؟ منقذ غرق صعب، لان المنقذ لازم يكون بيمارس السباحه. الا لا قدر الله لو حاجه برضه في شواطئ. انا هنا مش بنتكلم بقى عن البطولات والمسابقات، بنتكلم على صعيد الشواطئ المصريه. تمام. في بعض الشواطئ اللي هي متواضعه الحال ممكن تلاقي حد عادي جدا ما بيعرفش يعوم وقاعد على كرسي. زي احداث القرش الاخيره، مش منقذ. ايه ده؟ مش منقذ. معظم الشواطئ في مصر زي مراقب يعني. ما انتوا داخلين في حته مهمه جدا بالنسبه لي. عايز اقول الانقاذ في مصر ملهوش اهليه، ملهوش اهل، مش اتحاد الغوص. ما ينفعش اتحاد الغوص ملوش صاحب. حاليا الانقاذ في مصر ملوش صح. يعني حضرتك انا يمكن احنا مقدمين مذكره لمعالي الوزير واترفعت لمجلس الوزراء ان لازم يبقى في حاجه اسمها الهيئه العامه للانقاذ، زي الهيئه العامه للاستعلامات وزي الهيئه العامه للكتاب. ومهمه جدا وليه كود معين ولو حضرتك صلاحيات ولو ضبطيه، لان النهارده معظم الشواطئ في جمهوريه مصر العربيه شغاله بمنقذين غير مؤهلين. مين بقى اللي فتش عليهم؟ انا مش ما عنديش صلاحيه بهذا الكلام. معالي الوزير دكتور اشرف صبحي اداني الصلاحيه كاتحاد ان انا في الانديه ومراكز الشباب ان احنا كاتحاد توصل. انا بقول في الانديه ومراكز الشباب يعني معالي الوزير اداني. كويس. طب معنى كده انتوا هيبقى لكم قول في هذا الاطار. انا بقول على احنا معانا وزير جميل بيهتم ببيته كوزاره الشباب والرياضه. يمكن هو مش قادر على ان هو يدينا الصلاحيات في وزاره السياحه او في الوزاره التنميه المحليه كشواطئ تبع المحافظات. انما قال هبدا ببيتي وزاره الشباب والرياضه. وبالفعل الاتحاد حاليا بيمر على الانديه ومراكز الشباب في كل مصر. وهيبقى عندنا مرور على النادي الاهلي على فكره، وطبعا عارف ان هو منظومه متكامله. بس احنا بنقضي الشغل بتاعنا، لان فعلا شواطئ كتيره جدا في مصر موجود فيها منقذين لا يفقهوا شيئا عن الانقاذ ومهاره الانقاذ ومهاره السباحه. ده حاجة صعبة جدا للأسف. يعني ما عشان كده انا بقول لحضرتك ممكن منقذ او محسوب ان منقذ يغرق ويغرق الناس معاه. يعني ما هو بينزل ينقذ وهو ما عندوش المهارة. اللي حضرتك اللي بيغرق ده مش بيقولوا بيتشبث في الشاية. حضرتك لو واحد بيغرق لازم من ظهره. برافو عليك. له طريقة انه يخش عليه هياخدنا وينزل معاه ويتعامل مع الغريق بعنف. يعني حضرتك بتوصل في بعض ان هو ممكن يضربه عشان يبقى يخوفه عشان ما يمسكش فيه عشان يستجيب وينزل بيه يعني. القاع، لان اللي بيغرق بيغرق فعنده استعداد يتشبث في اي حاجه. هل ممكن تعمله ودي يعني ايه كخدمه من الاتحاد للمواطنين مالهاش علاقه بقى بالمسابقات ولا يعني فكره ان يبقى فيه مثلا، هي مجرد فكره مرتجله ممكن تبقى غير قابله للتنفيذ بس بتهيألي ممكن تبقى مفيده، فكره ان يبقى فيه عندكم فيديوهات صغيره مختصره بتنشط على وسائل التواصل الاجتماعي قبل بدايه موسم الاجازات الصيفيه يعني برضو ايه فيها شويه تيبس كده للناس. بالظبط كده. تعملوا ايه في حاله كذا؟ لو انت بتصيف في المكان لقيت ان في حد شكيت انه ممكن يبقى تعبان وعلى وشك انه يغرق تتصرف ازاي؟ حاجات ارشاديه من النوع ده. انا اول مره اجي برنامج واتسال في الاسئله ديت. اسئله جميله جدا. ما غير يا فندم ده برنامج عالمي جدا على فكره. على فكره احنا عاملين حاجه اسمها الكود المصري للانقاذ. استاذ كريم حضرتك بتتكلم في حاجه موجوده بالفعل. الكود المصري كل ما متعلق بالانقاذ موجود في كود مصري
معمول بالعربي والانجليزي والفرنساوي. دول في افريقيا بتطبق الكود المصري للانقاذ موجود، بس حضرتك انا كاتحاد رياضي ما عنديش الصلاحيه ان انا اوديه لوزاره السياحه، ما عنديش الصلاحيه ان انا اوديه لوزاره الترميم. بس انت عندك صلاحيه تعرضه على منصاتك انت. حضرتك ده اللي حاصل، موجود على صفحه الاتحاد وموجود في كل الانديه ومراكز الشباب، ده الموجود حاليا. بعدين المواد الفيلميه اللي من النوع ده بتتشير بشكل لا ارادي للناس كتير بشكل طبيعي. احنا كلنا يعني فاكرين المسلسل باي ووتش، اكيد كلنا فاكرينه قد ايه عرفنا وحببنا في الانقاذ. هو ده اللي احنا بنسعى له. ده الواحد بيتمنى يغرق عشان هو حاليا كنت اموت واغرق في الفتره دي يا فندم. هو زي المنقذ العالمي اللي هو كان موجود في البي ووتش، الشورت الاحمر والتيشيرت الاصفر. هو فعلا الحلقه فرطت مننا، الفقره فرطت. مفيش فلتر بس في مصر مش هتلاقي النوعيه دي على فكره. اتفضل يا فندم. فبالتالي اللي كنا بنشوفه زمان احنا بنطبقه. أيوة. بنطبقه مع باحترافيه بعلم، لان طبعا الموضوع اتغير خالص. ان شاء الله باذن الله المذكره اللي احنا بنقول بنامل انها تمشي في مجلس الوزراء، وانا عارف ان الدكتور مصطفى مدبولي حريص على اللي هو يطبق معايير الامن والامان والسلامه على كل الشواطئ المصريه. انا بقول ان مصر هتبقى بلا غرق ان شاء الله خلال اكتر اقل من سنتين. والقرش بقى وضعه ايه؟ ده اخر سؤال بقى. بص عليك القرش ده قرش وسونه وجيلي فيش والعمليه حلوت في البحر. موضوع بصله لا يخلو يعني. هو ده، هو ما هواش حاجه، احنا بنتكلم على البيئه، البحر هو اصلا بتاعهم، احنا متطفلين على المكان بتاعهم. ايه اللي جابكوا هنا بالظبط؟ وبعدين قالوا القرش اللي هو بعد التحليل صدق حضرتك اجابه يعني نموذجيه، هو البحر بتاعهم فعلا. واحنا ايه اللي جابنا عندهم؟ بس هو الحاله الفرديه للقرش اللي حصل ده طبعا كل الناس درستها، ويمكن المعامل درستها. كان في، هي كانت في حاله هياج، كان في فتره ولاده، وكان على فكره لقوا فيها جرح كمان، كانت مجروحه. فبالتالي الموضوع كان صعب. وما احنا بنقول احنا ما كل سنه بتحصل. بتحصل في استراليا، بتحصل في امريكا. بس احنا بنقول برضو لو في لايف جارد، لو في برج انقاذ، برج على الشط وقاعد عليه منقذ فوق، كان شاف طبعاً. لو في ادوات اداه انقاذ سريعه جنب تحت زي استراليا وامريكا، جيت سكي ينزل جري لو لقى يحذر. ده الراجل كان بيتاكل والناس ده اللي موجود في الكود المصري للانقاذ. احنا حاطين كل الكلام ده. جميل. وان شاء الله باذن الله. انا بشكركم جدا على ده. احنا اللي بنشكر حضرتك، نورتنا. الله يخليك، نورتنا يا كابتن سامح والله. ومزيد من التوفيق ان شاء الله، ويطبق الكلام حضرتك بتقوله ده. نتمنى اكيد يعني مصر اكيد تستحق. هنروح فاصل ونرجع نكمل. اتفضل. الاهلي هيبدا من بكره طبعا الاستعداد لماتش الزمالك اللي هيكون الخميس باذن الله. حسم الدوري ممكن برضو يكون يعني لو اتكلمنا كده النهارده، لو سيراميكا طبعا كليوباترا فاز او تعادل مع بيراميدز، لكن في حين بقى ان هو خسر هنحسم الدوري باذن الله يوم الخميس القادم. على كل حال عندنا كلام كتير جدا، خلينا نتكلم في كل ده. بس نرحب بالناقد الرياضي ضيفنا شادي محمد. بونجور. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. يا رب الدنيا كلها. اهلا بحضرتك. انا اللي سعيد جدا ان انا معاكم مره ثانيه. احنا اللي بنسعد بوجودك. قبل ماتشات ايه؟ ناريه. طبعا عندنا هتتحسب الامور من النهارده فكرك، ولا هنضطر نستنى يعني انا لا يعني مستبعدها شويه. ولا تعادل حتى معقوله؟ يعني برضو صعب شويه. لان انت برضو بتتكلمي، او ممكن ان سيراميكا برضو بينافس، عايز يبعد عن دوامه الهبوط، وفاضل له يعني ماتشين. فلا هو ممكن يعمل ماتش قوي قوي النهارده، ممكن الظروف تخدمه. بس هو لا يعني انا برضو مستبعدها شويه، شايف ان ان ان, إن, إن واتمنى على فكره، انا اتمنى ان حسم الدوري يبقى في ماتش الزمالك. يعني سسبنس هيبقى ليه طعم. تصدق فعلا صح. كلمه مظبوطه، هيبقى له طعم تاني. التتويج يبقى في ماتش القمه ده، الجيم هيبقى مختلف، والاستاد والتواجد كل حاجه هتبقى مختلفه. اتمنى كمان يبقى في اجواء حماسيه، حماسيه طبعاً. ورياضيه وترقب. هو ماتش القمه كمان بيبقى عليه سبوت كبير قوي من كل وسائل الاعلام ومن كل الرياضيين. وهو الديربي الاول في افريقيا مهما حصل طبعاً. ومهما حصل دروبات الدوري المصري او غيره، لا الديربي المصري الاهلي والزمالك ليه طعم تاني خالص خالص. تعالى بقى قبل ما نوصل للديربي القادم يوم الخميس الجاي ان شاء الله، تعالى نبتدي كلامنا بماتش الاتحاد ورؤيتك للماتش ده، وفكره الدفع بقندوسي وفخري في وسط الملعب الى جانب اليو ديانج، هل اتت ثمارها في رايك ولا لا؟ التفصيل هو طبعا خلينا نتكلم الاول ان مستر كولر بيعمل
بيعمل روتيشن عظيم جدا وشغله محترم قوي في موضوع الروتيشن، بدليل ان الاصابات العضليه بسم الله الله اكبر ما شاء الله يعني مش عايز احسب قليله جدا في الاهلي عكس المواسم السابقه. طبعا كان طبعا موضوع صعب جدا جدا لدرجه الناس كانت بتتهكم وتقول المستشفى الاهلي يعني. صح. فلا فالروتيشن المعمول دلوقتي مستر كولر محترم جدا، بس يعني الناس برضو مستعجله وعايزه طول الوقت اداء الاهلي في نسق واحد متصاعد. طيب ده برضو هيبقى في بعض الماتشات او بعض المباريات بيبقى فيه دروبات شويه، لان انت بتغير وتبديل وتوفيق وبتجيب لعيبه رجليها مش في الملعب على طول، فبرضو يعني كان في يعني بعض اللعيبه لسه محتاجه فرص، يعني فخري محتاج مباريات كتير ومحتاج يحط رجله في الملعب اكتر، بس كوندوسي كمان برضو يعني اعتقد ان هو بدا ياخد ثقه مارسيل كولر وهيأدي الفتره الجايه بطريقه احسن، بس الفكره في كوندوسي ان هو لسه ما خدش الثقه الكامله وادى الاداء المنتظر من جماهير الاهلي اللي كان مستنياه منه، بس ان شاء الله مع الماتشات والمباريات القادمه هيبقى انت تقعد مع بيرسي تاو اول ما جه تالت مع لعيبه كتيره اول ما جت يعني هو ده معناه ان يعني برضو خلينا نتكلم معاك شويه في التفصيله دي. ساعات بيبقى في فجوه ما بين طموحات ورغبات الجمهور وهي طموحات مشروعه، والمناسبه في حاله النادي الاهلي هو الاهلي هو اللي مطمعنا كجمهور لان احنا شايفين منه عظمه الحقيقه، وبين رؤيه الجهاز الفني. يعني مثلا ماتش الاتحاد جولين جم في زمن شبه قياسي في اول 12 13 دقيقه، بعد كده بطبيعه الحال الامور هديت كتير، ناس كتير بقى اتضايقت ليه تهدى ما تكمل، مع ان ممكن تبقى رؤيه الجهاز الفني ان الماتش ادى المطلوب منه وحققنا من خلاله الهدف المنشود وخلاص، ليه نحرق اللعيبه اكتر؟ فساعات بيبقى في فجوه بين تطلعات الجمهور ورؤيه الجهاز الفني. هو في عده عوامل تانية كمان غير ان الجهاز الفني يقول له اهدى او اللعيبه تهدى. انت بتتكلم ان الاهلي في موسم مضغوط كبير جدا جدا جدا، اللعيبه بتواجه ضغط بدني وذهني يفوق اي اعتقد ما فيش فريق في افريقيا أدى عدد المباريات اللي أداها الأهلي. فلا اللعيبة مضغوطة طول الموسم، السيزون طويل جدا. أنا لو أنا لعبت ماتش وكسبان وشايف الماتش بتاعي والدنيا بسيطة وحلوة وفي أي وقت هقدر أجيب جون، لا أنا بيبقى في حتة تراخي شوية. وزي ما حضرتك بتقول برضو إن الجهاز الفني ممكن يهدي اللعيبة، مفيش التحامات، عشان زائد كمان ماتش الاتحاد كان في حتة مهمة قوي إن إحنا كنا خايفين اللعيبة تاخد إنذارات عشان هيغيب عن ماتش القمة، فدي كانت مهمة جدا. حتى انت كنت لو ملاحظ ان الالتحامات كانت قليلة شوية، اللعيبة خايفة وزائد كمان خايفين من الإصابات، فلا فاللعيبة برضه عملت الهدف المنشود اللي انت في أول الماتش خالص في أول ربع ساعة انت متقدم بنتيجة ممتازة، فلا يعني انا هلعب بأقل المجهود وأقدر أحقق النتيجة المطلوبة، طب إيه المانع؟ لكن طبعا الجمهور ليه فكر تاني، هو عايز سكور، عايز أرقام، عايز وده طبعا حق مشروع على فكره الجمهور جدا وانا بايده في ده، بس في الاخر كل المنظومه ليها حساباتها، هو مارس الكره اللي حساباته، هو خايف من حاجات معينه. انا بالنسبه لي خلاص خدت 3 بونت من الاتحاد وقافل الجيم بتاعي كويس، ايه المشكله بقى ان انا احضر لماتش القمه واحافظ على لعيبتي من انذارات والغيابات والاصابات. لو اتكلمت شويه على الزمالك واحنا هنروح ونرجع طبعا للملفات مختلفة، بس خلينا برضو نحاول نقيم حاليا المنافس. الزمالك الفترة اللي فاتت كان ليس الأفضل تماما على كل المقاييس. في الفترة الأخيرة وبعد التجديد طبعا للمدرب شوية الثقة عادت مرة تانية، وأداء الفريق بقى إلى حد ما فيه نسبة من الأفضلية. متوقع ان هو يزداد ويبقى فيه فعلا تنافسيه شديده جدا يوم المباراه، ولا لسه في جاب كبيره، خصوصا ان انت كمان ترتيبك في الدوري في جاب كبيره جدا على غير المعتاد خلينا نقولها؟ لا انسي بقى موضوع ماتشات كمان الترتيب ولا ليها اي مستوى والكلام ده، لا ما لهاش اي مقياس وما ينفعش ان اقيس عليها خالص. وبعدين فكره ان الماتش ده ليه حساباته، وياما التاريخ يقول كده ان ما فيش حاجه اسمها فريق داخل اقوى من فريق، لا
يعني ولا لغه ارقام ولا ترتيبات ولا غيره. اه طبعا بيبقى ليها جزء يعني وثقه للعيب، بس ما ينفعش الثقه دي توصل لمرحله الغرور. لو دخلت مرحله الغرور بيتقلب ضده على طول. طيب الزمالك اوساريو قدر يخلق دوافع جديده للفريق، قدر يوظف بعض اللعيبه في اماكن مختلفه. هو طبعا لسه بيحط ايده على الفرقه وايده على الملعب فبيجرب لسه، بس ده ما يمنعش ان هو بقى في مخالب شويه او انياب للفرقه عكس الاول خالص، كانت الفريق مش على المستوى وكان في دروب جامد قوي في الفرقه. لا بس اوساريو قدر يظبط شويه. اه طبعا الزمالك فيه ديفوهات كتير جدا وفي اماكن يعني في اماكن محتاجه لعيبه او انتدابات جديده منه، بس تدعيمات يعني. نعم تدعيمات. اه طبعا محتاج تدعيمات، بس في الوقت الحالي طبعا ده مش مسموح. بس يعني لا لسه ما يعني مش مستوى الزمالك اللي انا اقدر اقول ان هو ممكن الفتره الجايه مثلا ينافس على افريقيا، ينافس على الدوري او لا ما فيش لسه. للامانه يعني برضو في الفتره الاخيره عاملين شغل معقول لو اخذنا في الاعتبار الظروف عدم الاستقرار اللي بيمر بيها النادي بشكل عام. صحيح. فيعني يعتبر كتر خير الدنيا الحقيقه برضو. اه لو ما كمان كانوا موقفين من القيد وجابوا تدعيمات جديده الموسم ده يعني يعتبر. بس في نفس الوقت في لعيب مهمه جدا مشيت، يعني انت عندك امام عاشور مشي وده كان اهم لعيب، هو وزيزو في الزمالك يعتبر هم اللي كانوا شايلين خط وسط الزمالك كله. امام عاشور مشي وفعلا في دروب كبير حصل في الزمالك بعد امام عاشور ما مشي. فلا يعني هم محتاجين لسه تدعيمات قويه جدا، وما قدروش مثلا يجيبوا بديل كويس لامام عاشور. يعني كانوا عايزين مثلا يجيبوا مروان عطيه او القندوسي، ما سعفهمش الحظ. فلا ما قدروش يجيبوا تدعيم مناسب للمركز ده. اوكي طيب زي ما ناس كتير بتقف عند التفصيله بتاعت الروتيشن اللي بيجيد مستر كولر التعامل بيها مع اللعيبه، هنرجع مره تانية للنادي الاهلي. ناس برضو وقفت عند التطور الملحوظ اللي طرأ على بعض اللاعبين او اغلب اللاعبين، بس في ناس منوره زياده تحت قياده كولر شفناهم في ثوب جديد انجاز التعبير. ينطبق الكلام ده على مين في رايك؟ لا ده في اكتر من لعيب لازم نتكلم عنهم، اولهم حسين الشحات. حسين الشحات وصل لمرحله نضج دلوقتي. نضج وثقه الجمهور الاهلي وبيسال فين حسين لما يكون مثلا احتياطي او بيريح او مش موجود. فين حسين؟ في بيرستاو. بيرستاو كان تعرض لانتقادات كبيره جدا جدا لدرجه الناس طلبت برحيله. تم اكتشافه من جديد، حتى هو بقى سعيد في اللقاءات. انت لو تبص عليه قوي ما كانش تحس ان هو مبتسم دايما. دلوقتي مبتسم قوي. بيرستاو يعني دلوقتي عاد اكتشاف نفسه. في مروان عطيه لعيب لسه، انت مش متخيل يعني احنا لو جينا نتكلم عن مروان عطيه نقول ده لعيب لسه جاي فتره اللقاءات الشتويه. ما لحقش فجاه دخل منتخب اهم لعيب خط وسط في مصر. لا طبعا مارسيل كولر بدا يكتشف لعيبه او بدا يعيد الثقه في بعض اللعيبه. قدرت تأثر بالإيجاب على النادي. والحقيقة إن برضو كهربا مع مارسيل كولر شكله اتغير جدا. يعني أنت بتتكلم دلوقتي يعني بقى يعني من أوراق الرابحة لمستر كولر. فلا مستر كولر كمان اللي يشوف تاريخ المدرب ده هيعرف إن هو أساسا مكتشف النجوم مرة أخرى. يعني مثلا لما تشوف تاريخه لا اكتشف لعيبه كانت خلاص بداوا الناس تنساها، لا رجعها تاني وعاد باركها. هو بيشتغل على الجانب النفسي جدا والجانب الفني، يعني الاثنين مع بعض. ومش كل المديرين الفنيين بيبقى عندهم القدره دي. بالعكس في بعض المديرين الفنيين اللي بيبقى عندهم الفنيات قويه جدا لكن الشق النفسي فيه بالعكس العكس بقى، يعني بيبقوا بيحبطوا اللعيبه الى حد كبير. لكن كولر يعني احنا حتى بنقيم دلوقتي وبنشوف، قلنا انا وكريم الكلام ده قبل كده، بتشوف اللاعبين عند يعني مش اللي هو اللاعب التعبان قاعد مثلا في الدقيقه او في الشوط الثاني في الجزء الاخير، لا لاعب واقف، اللاعب بيأدي بشكل كبير، الطاقه عنده موجوده، المستوى في الجري وغيره موجود. يعني ما بتشوفش لاعب اتاثر مثلا بمده الوقت قبل الاجهاد البدني مش موجود بقى بشكل كبير. فده نجاح برضو للمدير الفني طبعا. ده انا عايز اقول لك كمان ان لسه مستر كولر ما جالوش الدعم الكافي. يعني الموسم اللي فات كان بسرعه
ما لحقش او ما لحقوش الاداره في الاهلي ان هم يجيبوا له الدعم الكافي اللي هو كان محتاجه. اعتقد الفتره دي لا هو هو بالتعاون مع الاداره ولجنه التعاقدات في الاهلي لا الموضوع مختلف. الموسم الجاي هيجي له تدعيمات قويه وكمان احسن جدا التعامل في ضوء المتاح قدامه. انت متخيل زي ما حضرتك قلتي ان لا العامل البني تاثر في الاهلي بقى اقوى بقى احسن لعيب واقف على رجليها. زي في نقطه مهمه قوي ان انت دلوقتي ما فيش لعيب بيخرج من الملعب زعلان. لا اللعيبه كلها عارفه ان ليها دور. هو قوي جدا في اوضه اللبس بيلعب على العامل النفسي فعلا. ما فيش لعيب يخرج منطعد او متضايق ان هو خرج. لا هو عارف ان ده دورك وانت مش موافق هطلعك او حسب الخطه حسب الملعب محتاج ايه متطلبات الجيم بقى بالظبط. طيب تيجي نروح شويه للمنتخب الاولمبي ونرجع تاني. يلا بينا. تعال دلوقتي في ناس ساعدت جدا بالشكل اللي ظهر عليه المنتخب الاولمبي وخصوصا في الجزء الاخير من مشواره في البطوله اللي كان مشارك فيها مؤخرا. وناس كتير وقفت عند حمزه علاء بشكل استثنائي من منطلق انه فعلا يعني حاجه مطمئنه جدا لينا كجماهير النادي الاهلي ان احنا عندنا عارين النادي الاهلي الولاد الحقيقه من ودي حاجه مش جديده. فحصت المرمى تحديدا على فكره على مدار تاريخ طبعا. وفكره ان انت عندك اربع لعيبه في القوام الرئيسي او التشكيل المثالي اللي اصدره الاتحاد الافريقي لكره القدم لامم اوروبا الامم الافريقيه تحت سن 23 سنه عندك رباعي مصري. الحاجات دي حلوه تمام. لكن من زاويه تانية في ناس برضو واقفه عند النواقص الحاجات اللي كانت المفروض تبقى متوفره ومتحققه فكنا نشوف احسن شويه من اللي شفناه. انت شايف ايه؟ طيب هو الاول بس خلينا نقول ان المنتخب ده فيه عناصر كويسه جدا تقدر نبني عليها. عندك ابراهيم عادل، حمزه علاء زي ما حضرتك قلت، واكتر من في محمود صابر كمان، في محمد شحاته. لعيبه ممتازه جدا وخصوصا خط الوسط. احنا عندنا فعلا نواقص في المنتخب ده. بس خليني اقول لك ان برضو المنتخب ده مظلوم في حاجه ان هو بطوله افريقيا اللي فاتت اللي كان المفروض يلعب مع الكابتن ربيع ياسين اتلغت بسبب كورونا. فبرضو احتكاكاته الدوليه ما كانتش قد كده عكس المنتخب اللي قبليه اللي هو كان فيه رمضان صبحي ومصطفى محمد واللعيبه دي. لا المنتخب ده كان يعني اقدر اقول لك ان هو اتظلم شويه في حته الاحتكاكات. بس اقدر اقول لك برضو ان يعني انا مش ما اقدرش اقول لك ان هو محتاج بس لقاءات كتير، محتاج عناصر خبره. طبعا انت عارف هيحصل تدعيم في الاولمبياد بتاعت لعيبه كبار. عناصر خبره تقدر تاثر فيه بالايجاب، تدي اللعيبه ثقه، تقدر اعتقد على هيبقى على راسهم محمد صلاح طبعا. وجود محمد صلاح مثلا مع المنتخب ده ومع اللعيبه دي هيديها خبرات وثقه عاليه جدا 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 ويقدروا يروحوا حته كويسه في الاولمبياد. انا ما اعرفش او مش يعني انا لسه طبعا حقق ميداليه. يعني خصوصا ان ميكاليا قبل كده مع البرازيل حقق ميداليه الوحيده يعني كان ما خدوش اي ميداليه قبل وذهبيه على طول. فيعني ده يعني حاجه محترمه جدا. بس انا اتمنى ان طبعا نحقق ميداليه وتبقى دي اول مره نحقق ميداليه ذهب او فضه. بس مش عايز برضه تحط لو تعلى قوي فيحصل دروب المنتخب فنحرق اللعيبه دي او نظلمها. ليه طب احنا لو اتكلمنا بموضوعيه وشفافيه احنا وضعنا شايفه ايه بالنسبه للفرق اللي هتنافسها او اللي هننافسها في الاولمبياد؟ لا بس يعني انا ما اقدرش اقول لك اصل هي في الاخر بطوله مجمعه واللاعب المصري دايما في البطولات المجمعه بيختلف. ازاي؟ يعني هقول لك اللاعب المصري في البطولات المجمعه بيحصل اندماج، بيحصل تهيئه كويسه جدا فبيقدر يدي زي المنتخب مثلا الكبير مع حسن شحاته في البطولات المجمعه قدر يحقق 3 افريقيا ورا بعض. تمام. والفتره اللي فاتت برضو اتنين فضه افريقيا برضو. فالبطولات المجمعه بتفرق مع اللعيب المصري، بتقدر تقفل عليه، تقدر يبقى يخليه يركز في التمرين عكس مثلا ماتش رايح جاي ذهاب وعوده والكلام ده كله بيبقى لا مش بطوله النتيجه مش كويسه قوي للمنتخبات دايما. لا فانا ممكن نحقق حاجه فعلا بس انا خايف ان ممكن انت ما تقدرش تحقق فتظلم اللعيبه دي والناس تهاجمهم فنخسر عناصر مهمه قوي منها يعني حمزه علاء ده لعيب مهم جدا جدا جدا. حارس منتخب صاعد ما بيلعبش فريق اول لسه بس بالثقه دي وهياخد احسن لعيب في افريقيا طبعا وبالاداء ده حرام اظلمه.
طيب عندك ابراهيم عادل موهبه مهمه جدا جدا للكره المصريه الفتره الجايه. فلا انا خايف على اللعيبه دي، لازم احميهم برضو واقول ان اللعيبه دي مهما حصل لا انا عندي نواه بقدر ابني عليها الاجيال الجايه. ومع العلم ان انت برضو فكره ان انت تلاقي موهبه دلوقتي في الكره المصريه صعبه. انت دلوقتي عشان ازاي؟ اه بالظبط لسه كنت عايز اقول لا ازاي وليه؟ بالعكس احنا 105 مليون بني ادم بنلعب كوره في الحواري والشوارع. هسالك سؤال، هل احنا عندنا باك شمال في مصر؟ هقول لك كذا مركز. لا هي مش اتقاس كده، تسمح لي بلاش يا شادي معلش، هي قصة كلها فيها شادي. عندك كوادر؟ لا عندك كوادر، بنشوف ده كتير في محافظات مختلفة لما بننزل نعمل تقارير بنشوف الفرصة بتجيلهم ولا لا، ده اللي احنا ما نعرفوش. مع بقى فكرة ان الكشافين والسكاوتينج والحاجات اللي احنا بنسمعها اللي هي المفروض بتتم بشكل مستمر، قالك اه انا عندي كوادر والناشئين المختلفين في الأندية اللي هي عايزة شغل بالمناسبة اكتر، الأكاديميات دلوقتي اللي موجودة، بس في الاول في الاخر لا الكوادر موجودة. أنا بستغل الكوادر دي صح بقى، ده موضوع تاني. أنا ما هي النتيجة، الكادر موجودة. أنا بتكلم في النتيجة. طب ما النتيجة، أنا النتيجة دي مش غلط، الموهبة اللي مش موجودة ده غلط بعد كده، إزاي أنا بستغل؟ أيوة أيوة أنا فاهم حضرتك. طيب كلام مظبوط، بس أنا بتكلم دلوقتي في النتيجة. النتيجة هي إيه؟ أنا دلوقتي النوادي المنتخب اللي بياخد من النوادي لعيبة أو المراكز اللي يكمل بيها المنتخب هي دي اللي بعتمد عليها دلوقتي. ما دي بقى مش قصة موهبة موجودة ولا لا، دي أنا بقصدي كده. هل هل ده معناه إن زمن الكشافين كان طبعا أكثر إنتاجية من دلوقتي؟ طبعًا. يعني دلوقتي أنا حتى عايز أسألك السؤال ده بصفة شخصية، هل أنت شخصيا عندك شك إن بلدك دي ما فيهاش 100 200 300 محمد صلاح ما حدش يعرف عنهم حاجة؟ كتير جدا، في كتير جدا. وانزل شوف في الدورات الرمضانية مثلا تتفرج هتستمتع. ما شفتنيش أنا في الدورة الرمضانية في دبل كيك يا استاذ، كان محور حديث مدينه الانتاج الاعلامي. لا في طبعا في عندنا فعلا طاقات كتير وعندنا مواهب. في مشكله كبيره، انت دلوقتي بتتكلم ان الكوره او الرياضه، فكره الاكاديميات اللي ظهرت خلت ان المواهب عشان توصل صعبه شويه، بس في محاولات جديده عشان تكتشف المواهب. نتج عنها لسه النتائج، لسه انت بتنتظر النتائج. يعني بس الاكاديميات كلامك بتقول ان هي لا تخدم، بالعكس الاكاديميات سواء اللي هي قابله للربح او الاكاديميات بالمفهوم العالمي اللي هي قاعده ناشئين، لان احنا عندنا المصطلحات مختلفه شويه، دي مفروض ان هي بتدي فرصه اكتر لاكتشاف المواهب. لا انت كده بتتكلم عن اكاديميه، يعني اختبارات بتبقى مفروض بتتم علشان اقدر اكمل مع الطفل ده او مع الناشئ ده ولا لا. ايوه ماشي، ما في اكاديميات بمقابل مادي، عكس ما اقول في اختبارات. الاختبارات حاجه والاكاديميات ما هي بيحصل حاجة. اختبارات برضو في الاكاديميات ده مفروض جزء عشان يتصاعد الاكاديميات بقى هدفها الربح. أيوة. بطبيعه الحال ايوه ده اللي وبالتالي مش هينتج عنها خير قوي لكره القدم المصريه بس يعني غير في حاله وجود فلتات. يعني عكس انت ما كنت الاول بتنزل تبص في مركز الشباب والانديه الصغيره والدوريات اللي هي بتبقى منظمه بشكل شعبي، كنت بتطلع منها جواهر. طب وليه ما نطلعش جواهر تاني الفترة اللي جاية؟ مفيش، أنا مش عارف ليه أهملناها يعني. مش عارف ليه، ومش عارف ليه كمان ما بقاش تلاقي الموهبة اللي طالعة من تحت تقول عليها. عارف أنت لعيب كرة شراب؟ طبعًا زمان حريف. طبعًا بقت عملة نادرة، يعني أنت مركز 10 في مصر قليل، مركز 9 رأس الحربة منتخب مصر اللي هو زي حسام حسن، مفيش خلاص دلوقتي، مفيش بعض المراكز انت بتواجه صعوبه كبيره جدا 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 عشان تلاقي لاعب موهوب وتقدر تعتمد عليه. طب ازاي ما عندناش لعيب؟ يعني احنا انا فاكر كويس قوي في بدايه ظهور نجم قفشه، ناس كتير قوي كانت فرحانه بالتفصيله دي فيه، عنده الخاصيه بتاعت لعب الحواري انجاز. أيوة. التعبير. أيوة. يعني حريف بقى ليه عندنا نقطه في كده؟ يعني طب انا هقول لك على حاجه، انا بقالي 3 سنين بكتب وبسال سؤال، فين هو المهاجم رقم 9 اللي بعد عماد متعب او عمرو زكي؟ مش لاقيين مهاجم يصلح لمنتخب مصر اقدر اعتمد عليه واقول هيدر او اقول سترايكر يعتمد عليه منتخب مصر ويبقى هداف مثلا البطوله. هل ده موجود دلوقتي؟ لا مش موجود. انت كل اللي بتعمله تبديل وتوفيق. قام بالدور ده نسبيا مصطفى محمد ما يعني مع ذلك برضو ما ينفعش نقارن طبعا. ما في يعني برضو ايه، نقول عامل السن، نقول عامل الخبره ليس بس في النهايه انت بتتكلم لما تخط بتحط عماد متعب او عمرو زكي او حسام حسن واسماء كتير قوي. طب. يعني الواحد برضو يعني قائمه طويله قوي دلوقتي مش موجوده.
انت بتدور مثلا على باك شمال في مصر نفس مستوى معلول مش لاقي. يمكن دلوقتي في 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 ممكن باك شمال اقدر اقول لك بداوا يظهر دلوقتي شويه في الزمالك وبعض المراكز، لكن انت مش لاقي سترايكر، مش لاقي رقم 10 يحرك الفرقه. في بعض المراكز فيها ندره شويه في مصر. وانا عندي سؤال عام يعني شويه، انا حصل لي ان انا غطيت اكتر من مسابقه تورنمنت دوليه يعني، وكان فيها انديه اوروبيه جات لعبت مع ناشئين هنا. صحيح. من عندنا واتعملت اكتر من مره. لما بتيجي تشوف الاداء، بتشوف الاداء في الناشئين بجد قوي جدا، حتى لما تيجي وانا عملت انترفيوز مع اللعيبه اللي هم تحت 17 سنه وغيره، اعمار مختلفه يعني من دول اوروبيه وانديه اوروبيه مختلفه، مفروض الفرق الاولى بتاعتهم فرق قويه جدا، فبتيجي يقول لك تساله عن اللاعب المصري والكره المصريه يقول لك لا احنا ما كناش متخيلينها كده، اقويه جدا في الملعب و بيقعد يشكره. ايه اللي بيحصل بقى يعني؟ طالما انا بتكلم ان انا تنافسيه مع انديه كبرى، فرق الاولى بتاعتها والفريق الاول بتاعها ده فرق كبيره جدا عالميا لها رانك معين، ليه بعد كده الموضوع بيحصل فيه دروب يعني؟ انا نفسي ما فهمتش. هو اولا بس لازم نتكلم عن المنظومه الاحترافيه اللي بتبقى ماشيه بيها الانديه دي. انت بتتكلمي على نظام صارم جدا اللعيبه بتلتزم بيه غصبا عنها، ما فيش لعيب يقدر يحيد، ما فيش لعيب يقدر مثلا نقول هو يرجع يسيب معسكر ويخرج ويرجع تاني ويلعب، لا بره ما فيش الكلام ده كله. زائد كمان نظام غذائي محترم، نظام يعني في صرف بشكل كبير كمان، صرف وانضباط، صرف وانضباط، كل واحد عارف دوره ايه في المنظومه. عكس هنا برضو بعض الانديه او بعض المنظومه عموما اصلا كمان يعني بيبقى فيها تسايب شويه، فيها مجاملات، مش مجاملات، فكره معلش هو غلط فمعلش، لا معلش ده ثقافة عامة عندنا في كل حاجة. غلط معلش، ما دي مشكلة او دي الازمة انا بشوفها دي كبيرة عندنا جدا يعني. انا شايفها دي ازمة الثقافة دي، ثقافة معلش. فلا يعني احنا هي دي الفكرة. لكن انت بتتكلمي طبعا اللاعب المصري مهم جدا، ويقدر لو خد الثقة بيعمل نتائج عظيمة جدا يعني. احنا ممكن نتكلم على ماتشات كتير جدا او مباريات كتير جدا اللاعب المصري قدر يثبت فيها وجوده. عندك مباراة البرازيل احنا خسرنا فيها خسر اخر دقيقة بس احنا عملنا اداء مبهر. عندك خسرنا ايطاليا، الاهلي كسب روما وريال مدريد واندية عالمية كبيرة، لا يقدروا كل حاجة، بس الفكرة كلها في الاستمرارية. لو في استمراريه اللاعب المصري في مكان تاني. وعندك صلاح، عندي لما استمر وقدر يكمل، وهاني رمزي قبل صلاح لما استمروا وقدروا يكملوا ومشوا على السيستم ده، دخلوا المنظومه، مجرد ما يخشوا المنظومه بيبقى في شأن تاني خالص. ما هو السؤال بقى، طالما ذكرت صلاح وهندي مثال، ومثال محروق يعني بس هو واقع، صلاح يعني صلاح اترفض هنا يعني هي دي بقى الحاجه اللي الواحد بيبقى موهوب وشايف نفسه موهوب ويجي يترفض هنا او ما ياخدش مكانته في اي بلد بقى، مش لازم في مصر، ما ياخدش مكانته في بلده، فبيضطر ان هو يلجا عشان يبرز موهبته في الخارج وينجح في الخارج ونبتدي نقول صلاح. فهي دي النقطه. طبعا ده مش بشكل عام انا بتكلم فيه، بس في بعض الناس اللي عانت مرار ده. ده حاصل في رياضات كتير كمان غير كره القدم. طب ده بقى مين مسؤول عن الازمه دي؟ هل المسؤول المباشر اللي بيكون معاه؟ هل بيكون في سوء تقدير؟ يعني ما احنا حابين نعرف ابطالنا دول ليه نفقدهم اصلا؟ ما انت بتتكلمي في حاله عامه، ما بتتكلميش على صلاح بس. ده احنا عايزين بقى ده انت بتتكلمي صح زي ما انت قلت. لا دي رياضه ثانيه. ده لغايه امبارح كان في وقائع معينه ليها علاقه بالمبدا اللي انا قلت بتتكلم عنه. ايوه في رياضات ثانيه غير كره القدم. ايوه انا فاهم قصد حضرتك. واللعيب ممكن يتجنس. هم لما بيعملوا كده بنزعل. ما هو ده الغريب، انا مش فاهم تزعل ليه. طب ما هيعمل ايه طيب يعني؟ هو في الاخر اترفض في بلده واتعامل معامله وحشه طب ما هيعمل ايه؟ هيقعد في بيتهم؟ صح. مش هيقعد في بيتهم. صح. فلازم نشوف حل الموضوع ده كله. لازم يبقى في منظومه كل اتحاد بقى، او نتكلم على كره القدم عشان الموضوع اوضح. لا الاتحاد الكوره لازم يبقى في مكان او جهه، في جهه ما في تقول ان انا تعرضت في الظلم في الجزئيه دي، فتعال حقق في الحته دي. يحقق مش اكتر جهه تحقيق. أيوة جهة، ولو حققت مره كل هيخاف يعمل كده. ايوه جهه تحقيق ومحاسبه ده. أيوة مهم جدا. انا متفق. أيوة مع حضرتك. فانا مجرد ما حصل تحقيق في مره او اتنين وحصل عقاب ما تقلش معلش، لا مش هتكرر تاني. صح. طيب دلوقتي برغم ان كرة القدم تطورت جدا وميزانياتها بقت واصلة للسماء وعدت الحدود واللعيبة بقت بتاخد ارقام شبه فلكية وبقى في حاجات كتير قوي استجدت في عالم كرة القدم المفروض ينتج عنه زيادة في متعة المشاهدة، ومع هذا انت ممكن تبقى بتقلب في اي قناة فتيجي ايه متكعبل في ماتش قديم تمام
فتشوف كوره ما بتشوفهاش دلوقتي، ايه اللي مدي طعم وخصوصيه شديده لكره القدم زمان بالمقارنه بدلوقتي، علما بان زمان الاوضاع والحال لا يقارن بدلوقتي؟ طب انا هقول لك على حاجه، لما كنت ببحث على فكره ان ليه مش موجود سترايكر او بعض المراكز ناقصه فيها نقص في مصر وكده، اكتشفت ان العالم برضو في ندره في بعض المراكز منها مركز 10. طب اتغلبوا على الموضوع ده بايه مثلا؟ قال لك احنا ممكن نلغي مركز 10 ده ونخلي الفريق كله او بعض المراكز الاجنحه او خط الوسط يحرروا اللعيبه يحرك هو اللي يسع الفرص والكلام ده كله ونلغي مركز 10. طيب اصبحت الكوره هنا فيها حته الديناميكيه المميكنه كده والجماعيه. لكن انت الاول كنت بتتفرج على مارادونا وعلى رونالدو، ده رونالدو ظاهره وعايز اقول لك ان احنا بعد رونالدو وميسي انا مش لاقي لعيب اقدر اقول عليه حريف تحب تستمتع تتفرج بيه. طبعا في امبابي وفي لكن برضو مش كره رونالدو ولا كره ميسي، فلا حتى الموهبه برضو اصبحت في ندره، وده ارجع اقول لك تدخل راس المال بشكل فج بيخلي الموهبه تختفي، لان اصبحت ممكن تبقى الكوره للاغنياء او للمقتدرين فقط في بعض الدول، فده يخلي الموهبه اللي هي عايز اقول لك مثلا ان البرازيل طبعا شعب فقير يعني مش كله طبعا، بس انا بتكلم على النجوم اللي طلعت او الحريفه قوي اللي طلعوا من البرازيل كلهم طلعوا قالوا احنا كنا فقراء جدا ومش لاقيين ناكل، فالكوره هي اللي نقلتنا، فكانت الكوره كانت ملاذ الناس دي، فكانوا حتى البرازيل دلوقتي اصبحت ما فيهاش مواهب، يعني انت مين اخر نجم شفته في البرازيل طالع تقدر تقول عليه موهبه فذة؟ حتى البرازيل ما فيش غير نجم مثلا او اتنين، انت الاول كان منتخب البرازيل كله نجوم. طب طالما الموضوع وصل للبرازيل نفسها طب ما تيجي نقفل الحلقه على كده ولا بكلمك بامانه متاكده الناس قاعد بعد الكلمتين دول يعني بص هو الجزء الاخيره دي يا شادي عايزه لا عايزه حلقه ما ينفعش نعدي عليها سريعا لان انت بتتكلم في ملف ظاهره مهم جدا يعني راس المال وتدخلاتها وانعكاساتها الايجابيه والسلبيه لان مش كلها لا في ايجابيات طبعا، فخلينا دي في لقاء تاني تنورنا فيه ان شاء الله. شكرا ليك شكرا جدا نورتنا، واكيد الشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا في كل مكان على حسن المتابعه، ونشوفكم على خير بكره ان شاء الله. صباح الفل.